يلا يلا بس هو وش يعني يعني انا اكيد 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 مثلا قبل 12 ونص وخمسة بارك الله فيك يعني طب معرفش الجمعة ازاي بس يا ولد بس هضيع منك انت مايكروبيل انت هتفتح كتابك صفحة كام؟ 2000 اخلصوا 309 اول صفحه كانت كلاسيفيكيشن هتقول لها عفوا كان معانا ورقه اشيك والطف اللي اول صفحه هتقوم قايل الصفحه هتقوم رايح لمين بعد كده هيقول لك عنوان خفي كده بعد 3 4 صور اسمه البيت الاكدان عنوان مكتوب بحقاره مع انه عنوان كبير قوي اللي هو البيت الاكدان اللي هو بنسلل كفايه سبور مونوباكتر كربابيني مظبوط كلمة انتي بكتيريال اكتيفيتي اسمعني العنوان ده بيعني ايه؟ بيعني الميكانيزم والسبكترم والريزيستنس بيعني الميكانيزم والريزيستنس اسف بيعني الميكانيزم والايه؟ والريزيستنس الريزيستنس بالنسبة لنا احنا كفارما هنلغيها مش تبعنا احنا الميكانيزم لو سمحت انا خلصتها مش هشرحها اكتب لو سمحت مكتوب عليها في الورق مش دي اللي انت عارفها؟ انت خلصتها؟ تمام في بعد كاس الاكتيفيتي الهيومن احنا بالنسبه لنا عندنا سيل وول زيهم الريزيستنس مش عايز منها حاجه دخل بعد كده في البنسلين البنسلين عباره عن حاجه اسمها امينو بنسلينيك اسيد في بيتا لاكتام رينج دي مهمه لشغله طيب انواع البنسلينز بص لي كده بقى دي ما تاخدش لو اخر اكتر من ربع ساعه يبقى لسه هتطول مني انا هشرح لك الحدوته معاك يا ابني الورق ده عينك عليه واكتب معانا ونخلص ونجمع بدل الهري بتاع الكتاب ده. بص يا سيدي عيله البنسلين دي عيله اللي بيطور نفسه بنفسه. يعني ايه الكلام ده؟ دي عده افراد بداوا يطوروا نفسهم. ظهر اول واحد اسمه بنسلين جي اسمه ولد او اسمه بنزاي البنسلين. لو سمحت الراجل ده كان عنده مشكله معاه. ده كان قصير حساس ضيق قصير يعني شورت ديوريشن حساس الاولانيه لل HCL ما ينفعش يتاخد ايه؟ اورال حساس لحاجه اسمها البيتا لاكتاميز او البنسلينيز يبقى اكمل الجمله هل يعالج الاستاف؟ هل يعالج الاستاف اللي بتطلع عندنا البيتا لاكتاميز؟ لا ضيق اسمعني هنا بقى لو سمحت هقول حته مايكرو بس انت بقيت واعي معايا قوي البنسلين بشكل عام كسبكترم يعرف يضرب بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف كوكاي بس اللاي كوكاي انا مش هقول اكزامبل لان عيب بص الكوكاي زي ستاف وستريبت ونيوم بس اللاي زي النيجاتيف بس زي مين؟ ناسيريا وكلام من ده ايه اسف ال بوز كوكاي نيجاتيف كوكاي بوزيتيف بس اللايف نيجاتيف كوكاي زي مين؟ ناسيريا بوز بس اللايف زي مين؟ زي الدفتريا والكلام ده والانفكس والحاجات دي اي بنسلين يعرف يضربهم بقى التركه في مين؟ في النيجاتيف بس اللايف في مين؟ واحنا كبتوع الفارما هنقسمها لحاجتين يا شي يا كوبا شي اللي هي سالمونيلا وشيجيلا اتش انفلونزا واتش بايلوري وايكولاي معلش معايا الكوبا اللي هم كانوا مين؟ كليبسييلا وبروتياس وسودوموناس كليبسييلا وسودوموناس وبروتياس والسالمونيلا شيجيلا اتش انفلونزا اتش بايلوري والايكولاي بص يا سيدي الانتي بايوتيك البنسلين لو ما ضربش النيجاتيف بس اللايف بازله اقول له يا ضيق يا نارو لو ضرب دول ودول والشي اقول له انت برود انت واسع المدى
لو ضرب دول ودول ودول ده انت قلت ما حصلتش، انت اكستندد سبيكترم. فاهم دي ولا لا؟ يبقى بالنسبه للسبيكترم البنسلين في ثلاث انواع، نارو وبرود واكستندد. نارو يعني اخد مين بس؟ بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طب برود اخد مين معاك؟ جي. اكستندد اخد مين؟ ومين؟ وكبر. خلاص؟ معايا لا؟ يبقى سؤال، يبقى بالنسبه لي بنسلين جي اربع كلمات احفظهم معايا، قصير حساس حساس ضيق، واكتر واحده تيجي في الامتحانات كلمه ضيق بتاعته، هيقول لك مين في دول ضيق بنسلين جي ده سرعته في الامتحانات. يبقى بالنسبه لي وانت كاتب في جنب بنسلين جي اكتب بس قصير حساس حساس ضيق، وانت عارف الكلام اللي بعدها يا جماعه. طيب كان في ميزه واحده بس، ينفع يتاخد اي في. الميزه الوحيده اللي في ينفع يتاخد ايه؟ اي في. لو قلبت الصفحة أو قلبت في الأسماء اللي معانا، مين اللي جاي عندك بعد كده؟ بص بقى، أنا هبدأ أصلح العيوب واحد بس، يبقى أتوقع العلل اللي جاية هتكون إيه؟ لون مقابل إيه؟ حساس حساس ضيق. عندك ده اسمه بروكين بنسلين، ده اسمه إيه؟ بروكين بنسلين وفورتيفايد بروكين وبنزاسين. خد الثلاثة بقى كده في قوس، الثلاثة في قوس في الجرح بتاعك، واكتب جنبهم ايه؟ لونج اكتنج. بس انت عارف ان هم ايه؟ حساس حساس ايه؟ ضيق. خلاص؟ في مشكلة؟ البنزاسين بنسلين تسمع عنه ايه؟ للايه؟ للروماتيك فيفر. ده أول ما تديها رد بيعمل كده في الدم، بص كده اول اسبوع يبقى كيوراتيف يديك مستوى كويس، وبعد كده يبقى ايه؟ بروفلاكتيك. خلاص؟ يبقى وانت في ورقه انا اللي يهمني في الاخر بعد ما تروح الورقه دي تكون مظبطه في دماغك. يبقى البروكين بنسلين، البنزاسين بنسلين، الفورتيفايد بروكين. بس خلي بالك انت عشان تزود الديوريشن انت اضطريت ان انت تعكره، صح؟ فلما تعكره ينفع تاخد اي في؟ يبقى كلهم بتاخدوا ايه؟ اي ام. بتاخدوا ايه؟ تاخدوا ايه؟ اي ام. حد يتوقع انا عايز اصلح العيب اللي جاي هيبقى ايه العنوان اللي جاي؟ يبقى اورا، صح ولا لا؟ يبقى هاخد اسيد ريزيستنت. بس رجعت اللي على فكره بقيت قصير تاني وحساس وحساس. فاهمين دي ولا لا؟ معايا؟ انا بصلح عيب واحد بس يا اولاد. يبقى لما دلوقتي الدواء اللي جسمي فينوكسي ميثايل بنسلين، لو انت عايز تكتب حاجه جنبه تكتب جنبه ايه؟ تكتب جنبه ايه؟ اورال. بس اكتب معاها ايه؟ قصير وحساس لمين؟ للبيتا لاكتاميز وضيق. معايا؟ طب مين ده يا اولاد؟ انا ماشي في سيناريو ان انا اول واحد كان ايه؟ قصير حساس حساس ضيق. جبنا بعد كده ثلاثه بقوا لونج بس ايه؟ حساس حساس ضيق. بعد كده طلعنا واحد ايه؟ مش حساس بس اخباره ايه؟ قصير وحساس الثانيه وضيق، صح ولا لا؟ بعد كده طلعنا واحد مش حساس الثانيه اللي هو كان دخل التاريخ اسمه ميثيثيلين. تعرفوا عنه حاجه؟ بيعمل نيفرايتس ما عادش بيستعمل في الطب. اخرج تروح تجيبه من المعمل اللي هو بيشخصه بمين؟ مارسا. المسيل مش بيتباع في الطب، مش بيتباع في الوقت عشان بيعمل ايه؟ نفرايتس. بس بيشخص مين؟ ميرسا. ده اول واحد عرف يعالج مين؟ الستاف، صح ولا لا؟ يبقى ده كان بيتا لاكتاميز ايه؟ ريزيستنس. يبقى مش حساس الثانيه، صح ولا لا؟ حد عنده مشكله؟ تعالى بقى مين اللي عليه الدور؟ عيله مش ايه الكلام ده بقى؟ عيله مش حساسه مش حساسه. يعني ايه مش حساسه مش حساسه يا يعني اسيد ريزيستنس نظام ايه؟ ريزيستنت. ده عيله اوكسا. واحد حط على البنسلين الاكسجين، حط عمل اوكسا سيلين جاب نتيجه حلوه، حط كلور كلوكسا سيلين، داي كلوكسا سيلين، فلوك لوكسا سيلين. اهم حاجه كلمه ايه؟ اوكسا. والاخير هرب منه شويه بس حتى كان بنفسن خالص بالاسم بتاعه، اسمه نفسلين. يقال ان هو اسمه كده عشان بينزل في البايل. تيجي في الامتحان يقول لك مين البنسلين الوحيد اللي بينزل في البايل؟ هيبقى اسمه ايه؟ نفسلين. يبقى مين الوحيد اللي بينزل في البايل؟
نفس سلم اكتب في ورقتك يبقى بينزل في البايب. حلو قوي. هو الوضع حلو ينزل في البايب يفرق معاك في الطب. مش محتاج بقى جاست الدوز ده واللي عاملني ايه تعبانه صح ولا لا. طيب بالنسبه بقى للكلوكسا والدايكلوكسا والناس دي كلها يعالجوا للستاف ولا ما يعالجوش للستاف؟ يعالجوا. يبقى اكتب لي بعد اذنك خدهم كده في قوس وانت ستاف ولا لا؟ انت ستاف ولا لا؟ وسميناهم مشمش. ليه مشمش؟ مش حساس. مش ايه؟ مش حساس. انا حتى هذه اللحظه انا اسف انا كل ده الاسبيتر بتاعي ايه؟ نارو. يبقى لو سمحت في الامتحان لو جبت لك في الام سي كيو مين في دول نارو دور على اي حد من اللي فاتوا. تيجي نوسع المدى. وسعناه في عيله الامينو بنسلين. عيله مين يا اولاد؟ امينو بنسلين. خلي بالك البروس بيكترم يعني اخذوا مين وما اخذوش مين؟ الشيء ما اخذوش مين؟ الكبر. وخلي بالك وفي موزه حلوه ثانيه. موزه حلوه بيتاخدوا ايه؟ كوره. خلاص. يبقى الامين بنسلين اللي اخذوا شيء بيتاخدوا ايه؟ اورال. يبقى اللي اخذوا شيء بيتاخدوا ايه؟ اورال. بس واضح ان هما يبقى هما عيله مصلحه عيبين. على فكره انا ما بعرفش اصلح اكتر من عيبين مع بعض. معايا؟ لو سمحت. يبقى يعني ده دول برود سبيكترم وبيتاخدوا ايه؟ اورال. يعني مش حساس واحده. طيب ايه الفرق بقى بينهم؟ بين مين ومين يا دكتور؟ بين الامبسلين والاموكسيسلين. الامبسلين انكمبريت ابزوربد اورالي. اكتب جنبه انكمبريت ابزوربد اورالي. يعمل لك ايه في الفلورا؟ يطير الفلورا صح ولا لا؟ تمام؟ ويأثر بالاكل. يأثر بالايه؟ بالاكل. افكت الباي فود. حد يدور لي كده على جانب مضيف. لما اقول لك حيوي مش ابزوربد اورالي. يبقى حلو في حالات الايه؟ الانترايتس. حلو في حالات الايه؟ الانترايتس صح؟ طيب علشان كده يا اولاد طلعوا حاجه اسمها البرو امبسلين. بص كده على الاسماء اللي مكتوبه عندك. باك امبسلين، تال امبسلين، بيب امبسلين. اكتب لي كده كلمه بخط كبير وتحتها خط. دول برو دراجز. لما تلاقي الادويه دول. دول عباره عن برو ايه؟ يعني ايه برو دراجز؟ يعني فكرتهم ايه؟ انت قلت الامبسلين حلو قوي وكلام من ده بس بيطير الفلورا صح؟ فانا هحط عليه استر. بقت لغة؟ كانت لغة في المحاضره. قشطه بس اكتب عليه برو دراجز. فكرتهم بس ان هم كانوا بيحموا الفلورا. كانت لغة في المحاضره صح؟ اللي هو البرو امبسلين. ماشي؟ طب الاموكسيسلين. الاموكسيسلين الاموكسي ليه بحبه؟ كومبليت ابزوربت اورالي ونوت افكتد باي فود. احط تحتها خط. نوت افكتد باي ايه؟ كومبليت ابزوربت اورالي ونوت افكتد باي ايه؟ ونوت افكتد باي فود. بقرر مين؟ بالامسلم. بقرر مين؟ بالامسلم. ودول يا اولاد على فكره اللي انتوا هتكتبوهم كل يوم في عياداتكم ان شاء الله اللي هم الاموكس والامسلم. خلاص. طب انزل تحت. كاربنسلين وتيكارسلين. مين دول يا اولاد؟ مين دول؟ دول اكستندد سبيكترم. يبقى بداوا يضربوا مين؟ السودوموناس والبروتياس. مظبوط. تمام. بس على فكره عيله ورق. عيله ورق يعني ايه؟ عيله ورق يعني ايه؟ يعني حساسين قوي. خلاص. حساس وحساس. يبقى اكتب لي الكاربوكس بنسلين. كار بنسلين وتيكر سلين. في اورجانيزم غبي اسمه كليبسيلا. عارفينهم؟ طلعوا له حاجه اسمها يوريدو بنسلين اللي هو في الاخر خالص اللي هو اسمه بيبرا سلين. اسمه ايه؟ بيبرا سلين وازلو سلين. زود الازلو سلين عشان ما يبقاش الورق ناقص يعني. وازلو سلين. معلش عشان أأمن نفسي من الـ NCQ عشان أنا خايف منك. هو الكاربوكس بنسلين حد يعرفه سايد افكت؟
كاربوكسي بنسلين، حد يعرف يصدق الفكره؟ كاربوكسي بنسلين بليتليت ديسفانكشن، اكتبها لو انت مش فاكرها، اكتبها لو انت مش فاكرها. والله اعلم انا بالنسبه لي كده الورقه دي تقريبا الاكسكيو ان شاء الله فيها واضح بالنسبه لك. سؤال، السؤال الاشهر في الورقه دي كلها، مين في دول نانو سبيكترم؟ يا رب يكون اخد خط، خد خط، خد خط. مين البرود والنارو من قبل الامبسيلين يا اولاد؟ خد خط. مين نارو سبيكترم يا اولاد؟ اللي هو بروكين بنسلين جي والبروكين والبنزاسين، صح ولا لا؟ وعلي الاوكسا كلهم والمنافسين بتاعهم، صح ولا لا؟ والفلوكس. لكن مين في دول بيتا لاكتاميز ريزيستنت؟ ها؟ عيب واوكسا اللي هو النفسين وعلي الاوكسا، صح ولا لا؟ يبقى مين ريزيستنت في عيله البنزين كلها؟ عيله اوكسا. خلاص؟ مين بيتا لاكتاميز ريزيستنت؟ اوكسا. والمثال ينساك منه، اهم حاجه مين؟ اوكسا. خلاص؟ تاني انا اللي يهمني في الورقه دي كلها مين؟ تعرف مين السبيكترم نانو سبيكترم ومين البيتا لاكتاميز ريزيستنت. البيتا لاكتاميز ريزيستنت هم سهلين، عيله اوكسا والملابس بتاعهم. اوكسا كلوكسا دايكلوكسا فلوكلوكسا، اي حاجه بجيب ايه؟ اوكسا. خلاص؟ دول اللي تحطوا لي علم عليهم قوي، دول اللي هم ايه؟ اللي هم مش حاسسين بالانزايم. خلاص؟ ماشي الكلام. نعم. بيعرف البنسلين. الفارماكوكيناتيك في البنسلين ما فيهاش معلومات، اللهم الا بصوا بقى. البنسلين كانوا الاسبرين البنسلين بيتاثروا بالاكل، ما عدا مين مش متاثر بالاكل؟ كانت اموكسيسيلين مش مكتوبه تقريبا. ديستريبيوشن البنسلين من الترم الاول يعدي على البرين بارير. اعمل لي كده. ما اعرفش. يعدي ما يعديش. يقول لي يعني ايه؟ لو نورمال برين بارير ما يعديش، يعدي امتى؟ في انفلاميشن. يعدي ولا ما يعديش البلاسينتا؟ يعدي ولكنه سيف. يعدي ولكنه ايه؟ سيف. خلاص؟ سيبك بقى من الميتابوليزم بتاعه بالبنسلينات الانزايم ويعمل الرجي وكلام من ده، اكسكريشن مهمه. نظرا لانه كان شورت دوريشن يا اولاد فحاولوا يساعدوه وحطوا له ماده انتوا عارفينها اسمها البروبنسيل، عارفينها؟ يبقى البروبنسيل بيتحط على البنسلين عشان يمنع الاكسكريشن فيزود الايه؟ الديوريشن. حد يعرف حد من البنسلين بينزل في البايل؟ نفس اللي. صح ولا لا؟ الانتي بكتيريال اكتيفيتي، احنا قلنا سايدل والميكانيزم والكلام ده كله. السبيكترم النارو سبيكترم يا اولاد كانوا واخدين مين؟ النارو بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. ولو تحب تزود عليهم عشان تبقى انت هنا حافظ كل كلمه في كتابك، اي اس اي اللي هم شويه انيروبس وسبايروكيت اللي هي كانت مين سبايروكيت؟ تروبينوما ايه؟ بلده بتاعت مين؟ السيفلس وحاجه اسمها الاكتينومايسيس. يبقى البنسلين جي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف اي اس اي، خلاص انتهينا. طب بالنسبه للبرو سبيكترم هحط عليهم مين؟ الشي. طب الاكسلنت هحط عليهم مين؟ الكبر. في مشكله؟ يبقى السبيكترم سهل. البيتا لاكتاميز انهبيتور بيتقال عليها نظري مع انها سهله جدا. نظري ليه؟ الوقت واضح يا ولاد. لما انا سالتكم سؤال محرج قلت لكم مين البيتا لاكتاميز ريزيستنت بنسلين، ما لقيتوش حاجه. قال مين؟ الاوكسيد. وكان نارو سبيكترم. جينا نوسع المدى ونفرح، ما فرحناش. انك موسع لي المدى بس في نفس الوقت كنت حساس، صح ولا لا؟ فطلع البكتيريا، احنا كتبنا طبعا بيحب التجمعات قوي بتاعتنا، البيبسي بتاعتنا، يقول لك في عندك البروتياس من الكبب والسيدوموناس والاتش انفلونزا والايكولاي اللي هم الشي والكبب والاستاف كلهم بيطلعوا بيتا لاكتاميز.
فانت ما استفدتش حاجه لما وصلت مين؟ بسبيكترم. فقال لك الحل ايه؟ انا عمك البنسلين اهو كان متفائل زيكم، راح يحارب البكتيريا. البكتيريا قال له انت جاي فين؟ جاي تعمل ايه؟ انت جاي تهزر. قامت بتطلع له مين؟ طلع له مين؟ طلع له مين يا اولاد؟ بيتا لاكتاميز. عملوا فيه ايه؟ ضربوه. الحل نخدع الوظايف. قمنا عملنا حاجه حلوه جدا، عملنا حاجه شبه البنسلين وحطيناها معاه وربطناها معاه. مين اللي قصاد بالزبون؟ البيتا لاكتاميز. ما كانش في دماغه. قام عامل ايه؟ دخل على مين؟ على الشبيه. مين تفرج تماما؟ قام عمل ايه؟ السؤال بيطرح نفسه، هل هذا الشبيه هو اللي ضرب البكتيريا؟ هذا الشبيه ضحى بنفسه سوسايدال سبستري من اجل بقاء مين؟ البنسلين. هذا الشبيه اسمه كلافيولونيك اسيد، اسمه سلبكتم او تيزوبكتم. ده بيمنع، بيمسك في الانزيم الريفرسبل انهيبيشن سوسايدال سبستري فيري ويك او نو انتي باكتيريال اكتيفيتي. حط عليها الجمله المعلومه دي، بيحمي البنسلين فروم ان اكتيفيشن باي بيتا لاكتاميز. بيطلع من بعض البكتيريا اللي هي بيبسي. لو سمحت حطينا الكلافيوليك اسيد على الانوكسيلين، عملنا حاجه اسمها الاوجمنتين لو تسمعوا عنه، او الكو انوكسيكلاف. حطينا على التيكر سيلين، عملنا التايمنتين مع الامبسيلين، عملنا اليوناسين. احفظ لك ميسيلين على الاقل، يوناسين واوجمنتين. السؤال ده جه في الامتحان علشان يعاقب المندفعين بعواطفهم. يقول لك الكلافيوليك اسيد بيتحط على البنسلين ليه؟ تو بروتكت البنسلين فروم ان اكتيفيشن باي هيباتيك مايكروزوم انزايم. وكل العلاقه على طول تو بروتكت البنسلين فروم ان اكتيفيشن باي بيتا لاكتاميز. احنا طبعا طبعا واحد اول ما يشوف بروتكت وبنسلين بيفرح. فروم ايه؟ بيتا لاكتاميز. وصلت؟ سهلة؟ تفردنا هاي تاني خالص. وده يجي جيب ريزون ليه الكلافيولينيك اسيد بيتحط على البنسلين. ده جيب ريزون تاني. خلاص؟ طيب دي تيجي هنا ثيوريتيكال، وغالبا تيجي ثيوريتيكال في اللقطة اللي احنا بنتكلم فيها دي. فاهمين دي ولا لا؟ يعني اكسبلينج او ترو فورس. الكلافيولينيك اسيد از ادد تو اموكسيلين. وهنا جاي يسمعني شغل مايكرو، يقول لك بيعالج البكتيريا الانفكشن اللي حاسسها البنسلين. وبدا يسمع. كان مين البنسلين بيعالج مين يا اولاد؟ سمعوا معايا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف اي اس اي، فاكرهم؟ اللي هم انيروبيك وسبايروكيت واكتيرومايسيس. وبوزيتيف زي مين؟ ستاف وستريبتو. مش بقول الكلام ده مايكرو ولا ايه رايكم ولا ما اعرفش. ستريب زي مين؟ فارنجيتس والكلام ده كله لو انت قريت مع نفسك مش مشكله خالص. تمام؟ والمفروض الكلام مش موضوع السؤال بيني وبينك عندنا. البروفلاكس احنا خلصناه في الورق صح؟ بلاش معايا. ادفيرس افكت بتفرح قوي لما تلاقي ادفيرس افكت ليه؟ خلصناه؟ صح؟ ده بنسلم، في مشكلة بنسلم؟ كيفالس بورد. كيفالس بورد. روح بس لورقتك كده، ورقة تجميع الأدوية بتاعتنا، احنا وصلنا لفين خلصنا أول ورقة فيها صح؟ كيفالوس بولز. يلا انت معاك فيها ميكانيزم يوز وسايد افكت صح؟ ناقصك فيها جنريشن. اول حاجه بس الله يخليك في الكيفالوس بولز، ان انت عارف ان هم كلهم ما بيعالجوش مين؟ لا مرسى صح ولا لا؟ بيعالج مرسى ولا الانتروكوكاي ولا الكوليستريديوم ديفيسيلي؟ كمان اللي بيعالجهم بانكوايس. كان الجنريشن الجدول ده تخيل انت محتاج تصوره. لان لو قلت تنقله يبقى احنا هنخلص الاسبوع اللي جاي. اخلصه.
بس الصورة دي تتشاف مش الحاجة دي تحط في الجاليري عارف المفروض اشوف الحاجات دي متعملة دي هزيها كده خلاص يلا فيرست السكند الثيرد فورث جنريشن انا هلم الجدول ده هلم الجنريشن بثلاث كلمات خلص عشان اروح للورق بتاعنا واجمعه فيرست جنريشن اولا كلهم بلو سبيكترم ولكن الجيل الاول كان عامل بالمنظر ده بوزيتيف وشويه نيجاتيف البوزيتيف اكتر من مين من نيجاتيف الجيل الثاني بدا البوزيتيف يقل ومين بدا يزيد النيجاتيف الجيل الثالث والرابع كان عباره عن ايه يا اولاد نيجاتيف في الاساس بعد كده قال روبك فاشل ناجح ولكن الجيل الثاني هيجنننا في المذاكره في كل مره يطلع فيه اكسبشن طلع واحد عصبكم اسمه ايه سيفوكسيتين وانت بتنفس انت بتذاكر سيفوكسيتين سمعناه قبل كده تبقى شاطر وكافئ نفسك كافئ نفسك لا تحت اللي هو بتاع الكحول وفيتامين كي كحول وفيتامين ايه كي كان معاك اتنين تانيين وتكافئ نفسك النهارده ما تذاكرش لو افتكرتهم بيره برازون ومندول يبقى هتذاكر النهارده عشان ما افتكرتهمش خلاص بلاد بريك باريير هام دي تيجي الام سي كيو اكتب تحتها مننجايتس تحتها فين انت حاجه اصلا تكتب عليها طيب افهمني هتقول لي الكلام ده في الورقه اللي معانا الجيل الاول ما يعديش فاشل الجيل الثاني ما يعديش الثالث والرابع يعدوا بس الجيل الثاني برضه مجنون في واحد يعدي يو نعم سيفيوروكساين مجنون جيل تاني ويعدي كلهم تقول يا دكتور بصراحه ما اخبيش عليك انا ما اعرفش انطباعات الجيل الرابع ليه انا مش شايف ان الفرق بينه وبين مين الجيل التالت اقول لك لا بيتا لاكتاميز ريزيستنس ده واحد عامل كده الثاني عامل كده الثالث عامل كده الثالث عامل كده فهمتوا حاجه هسالك بس سؤال خبيث في الام سي كيو الجيل الاول بيتا لاكتاميز ريزيستنت ولا سنسيف الجيل الاول ريزيستنت ولا سنسيف فاهمين دي ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ السؤال الثاني الجيل الاول يعالج ما يعالجش المننجايتس؟ بس ده اللي يجي في الجنريشنز خلاص؟ بقول لك ايه انت معاك ورقه صح كده؟ اللي هي فيرست وسكند وثيرد في الورقه اللي معاكم بهدوء كده خالص هنا اكتب هنا ده فيرست ده سكند ده ثيرد ده فورث بالمنطق كده يعني خلاص؟ يبقى انا هعمل زيك كده ده فيرست خلاص وده سكند وده ثيرد وده ايه فورث ويعمل الجدول اللي انا عامله ده بس بالطول بمعنى ايه يعني سيرتك هتقوم عامل بان يعني خد ابدا قسم كده هتقوم عامل خانه اول حاجه خانه مين السبيكترم ايوه فاهمين حاجه عشان تاخد الجدول عندك وتخلص يعني انا عايز الجدول ده كده يعني هتقومي كاتبه هنا ايه بصي لي كده بصي لي عشان ما تتبوظش الكلام هنا هتقوم كاتب لي هنا مثلا خلاص ده السبيكتر اهو معايا تاني حاجه هتقول مثلا البلاد برين بارير البلاد برين ايه بارير هتقول ده بيعمل ايه ده ما بيعديش ده بيعدي وتقوم كاتب الاكسبشن خلاص وتقول البيتا لاكتاميز ريزيستنس اخبارهم ايه ده ريزيستنس ده اكتر خالص فاهمين دي ولا لا معايا بحيث الورقه دي يبقى اغنتك عن الكتاب في الحته دي الجيل الاول الكلام بقى هيبدا يتكتب في كتابك بالطول يقول لك بقى هيبدا يجمع الكلام ان هو بوزيتيف اكتر من نيجاتيف هيبقى ريزيستنت بس ما بيعديش المنجيز ما بيعيش من الجايتس اسمهم ايه ارجع لورقك بقى بتاعنا عشان تعيش معانا مع الورقه شويه اسمهم ايه اللي عندك
سيفاليكسن سيفادروكسيل سيفرادين. بص يا سيدي، لو انا هكلمك كلاسيك تيتشنج، الجيل الاول كان بيكتب بالبي اتش، بي اتش سيف مش بالاف، عشان كلاسيك تيتشنج، عشان اوفر لك في الحفظ بس شويه. لكن طبعا انت تبقى عارف سيفاليكسن سيفادروكسيل سيفرادين. لكن انا اللي يهمني اللي ممكن يبقى عليه معلومه السيفازولين، اكتب عندك ورقك بيبقى متركز في البون، ان بون ان بون سيفازولين ان بون. خلاص انتهينا. طيب روح للجيل الثاني، عايز تقول لي عليه بسرعه معلوماتك عنه، مين بدا يقل ومين بدا يزيد، البوزيتيف بيقل ومين بدا يزيد، نيجاتيف انيروبيك مش معايا، ما عدا واحد مجنون، سيفوكسيتين بلاد برين باريا مفيش، ما عدا واحد مجنون، سيفيوروكسايد تمام، مور ريزيستنت البيتا لاكتاميز. طيب اسماك ايه في الورقه بتاعتنا؟ سيفاكلور سيفوكس سيف ايه سيفيروكسايد. اكتب ايه جنب السيفيروكسايد؟ يعدي بلاد برين باريا. طب اكتب ايه جنب السيفامندول؟ ابقى استاذ ورئيس قسم اللي هو الفيتامين كي، اقوم اخده في قسم على اللي تحته، اللي تحته اللي هو مين؟ واقوم كاتب ايه؟ انتي فيتامين كي ودايسلفوران. يبقى انت كده استاذ مش هتحتاج تبص في كتاب ان شاء الله باذن الله. خلاص؟ يبقى انت هتقول ايه هنا؟ عند الجين الاخرى اللي هم كانوا مين؟ المندول والسيفوكسين، هدول عليهم ايه؟ انتي فيتامين كي ودايسلفوران. الجيل الثالث السيفبودوكسيم، ده الوحيد الاورال اللي قدامك، اللي ده كان مين؟ ده كان اورال. السيفوتاكسيم ده كان طياره على البلاد برين بارير، احسن واحد يعالج منينجايتس، يعني اكتب جنبه دراج اوف تشويس في المنينجايتس. السيفوتاكسيم دراج اوف تشويس فين؟ في المنينجايتس. طب السيفترياكزون حد يعرف عنه معلومات؟ طيب ها؟ والعلاقة بين الكالسيوم. طب أقول لك على حاجة، هو الترياكزون الثلاثة بي، بص كده معايا، برين وبون وبايل، برين وبون وبايل، برين وبون وبايل، برين وبون وبايل، خلاص؟ يبقى السيفترياكزون هتقول عليه إيه؟ ثلاثة بي، برين وبون وين وبايل. طيب هو بدو يحاول ينزل في البايل، لازم ده بالنسبه لك تمام. بيرازون بيرازون بي 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 يعالج السودوموناس، البسودوموناس فقط لا اخرى، ماشي؟ يبقى البيرازون هتيجي جنبه بيعالج مين؟ السودوموناس. برضه بينزل في البايل، يبقى انت عندك اثنين بينزلوا في البايل، حد عارفهم؟ الترايكزون والبرازون تمام؟ ملوش قوي في البلاد برين بارير، ودي نقطة ضعف فيه قوي 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 قوي، ودي اخف منها في الدروس كتير، لانه عنده البيرة مالهاش في البلاد برين بارير قوي، افتكرها كده، البيرة ما يعديش البلاد برين بارير كويس. سيبك من ان هو بيتحط على البيتا لاكتاميز انهيبيتور ويعمل سالبرازون. سيفتازيدين ده جمع الحسنين بقى، السيفتازيدين ده في الاخر يعالج السودوموناس ويعدي المنجز حلو قوي. سيفيبيم او بوم، سيفيبيم ده بقى ايه؟ الجيل الرابع، رائع في بلاد برين بارير، واكسنت ريزيستنت البيتا ايه؟ لاكتاميز. خلاص؟ في مشكله عند حد؟ ايه الاسئله اللي تيجي بقى في الجنريشنز؟ سيف اقول لك مين الكيفالوسبورين اللي بيعمل مشكله على البايل مع الكالسيوم في البايل؟ سيف ترايكزون. مين الكيفالوسبورين اللي مميز قوي في الانيروبيك؟ سيفوكسيتين. مين الكيفالوسبورين اللي مميز قوي في السودوموناس؟ في اثنين، البيرازون والزيدين اللي بعده تمام. مين حلو في الميجايتس؟ اللي هو الطياره تاكس سيفو تاكس. خلاص الجيل الاول يعالج ميجايتس، مين يعالج ميجايتس؟ الثالث والرابع. الجيل الاول يعالج انيروبيك، لا
الجي الاول بوزيتيف ولا نيجاتيف اكتر؟ بوزيتيف. في مشكله في الكيفيروسبوري؟ الكيفيروسبوري ده عليك ميرسا؟ لا خلاص. نعم عند ايش وضعهم عندهم؟ مش هو كده تعرف الكاركتر بتاعته. طيب استعمالاتك ايه؟ ولا اي حاجه في الدنيا انت مذاكرهم من الورقه بتاعك؟ حد فاكر استعمالاتهم؟ كنا عملنا سهم الفول تحت مننجيتس ريسبيراتوري تايفويد يورينري والجونوريا، وكنا قلنا في التايفويد والجونوريا الترايكزون. بعد كده قلنا انيروبيك انفكشن، قلنا مين في انيروبيك؟ اتعصب انت بتقوله سيفوكسين، والثلاثه بي اللي هو السودوموناس، وقلنا البري والبوست اوبريتيف تمام كده، والبنسلين ريزيستنت انفكشن. يبقى اللي ساعات ركز في الورقه بتاعتك كانت الموضوع احسن من كده كله. خلاص بيت عليها ورقه وخلصنا. توكسيستي كيفالسبورين هنذاكرها من هنا ولا خلصناها؟ كنا كلمنا عليها ايه بس كده؟ اليرجي وجي اي تي وبتوجع مين؟ الكالسيوم والكالسيوم وفيتامين بي وكحول، صح ولا لا؟ كان مين اللي بيلعب الكالسيوم؟ مين اللي بيلعب الكالسيوم؟ تراكزول. ومين اللي بيعمل مشاكل مع الكحول والفيتامين كي؟ الثلاثه اللي هم برازول والمندول والسيفوكسيتين. كاينيتكس اوف كيفالوسبورين ما تفرقش معايا في حاجه، ما فيش فيها ولا معلومه جديده. خلصناها. تخيل كم اللي بينزلوا في البايرن؟ الترايا والبيرا، ترايكزول والبيرازول. خلاص. مونوباكتام كنا قلنا عليه في اول حصه كلمه للي فاكر. سلبي هوائي. سلبي هوائي يعني ايه الكلام ده؟ الدواء ده مين اللي بيعالج مين؟ الايروبيك بكتيريا نارو سبيكترم بيتا لاكتاميز اسمه استيريوناب. اسمه ايه؟ استيريوناب. قال لو منك على طول اكتب الكلام ده في الورق بتاعك عشان مش هيجريتم، يبقى ظبطه في ورقتك بتاعتك عشان ما تفتحش الايه؟ الكتاب. لو انت فاتح الكتاب الدواء ده تكتب عليه ايه؟ لو انت كده عليه سلبي هوائي صح ولا لا؟ هتقول عليه ان هو 100% بايو ابيليميزي بعد العضل. انت نلجا له ده ولا اكسبنسيف؟ لو انت عندك حساسيه للبنسلين اصل اسمع دي، بالرغم ان هو بيتا لاكتام نو كروس اليرجي ويز بنسلين، وده اللي مغلي ثمنه وعامل له قيمه بخط كبير. اللي عامل له ثمنه هو كلمه ايه؟ نو كروس ايه؟ اليرجي. نو كروس ايه؟ اليرجي. كربابينج هتسمعنا حاجه النهارده؟ هوست الاكوارد انفكشن. وكان في ميرو وايمي، بتحبوا مين؟ ميرو. عشان ايه بتعمل تشنجا صح؟ طب اقول لك على السبب الثاني يخلي سيادتك تحب ايمي اكتر ميرو اكتر، ان ايمي مشكلتها ان هي وهي ماشيه في جسمك لوحدها بيصطادها انزيم في الكدني بيسموه داي بيبتايديز انزيم، يحولها لنفروتوكسيك ميتابولايت. فتم اصدار قرار ان هي لما تتاخد لازم تتاخد مع بادي جارد اسمه سيلاستاتين، لكن ميرو شاطره تمشي لوحدها. يا بالراحه بقى عشان نلم الموضوع. الايمي بينم بيمسك في بريزيل باند 2 مع السيل وول بير وايد سبيكترم بوزيتيف نيجاتيف ايروبيك انيروبيك جروينج مش جروينج الكلام ده كله. بيتعلم على مين؟ على رقم 3 والان بي ده موضع السؤال. انا لو منك ما اتعلمش روح اكتب الكلام ده في ورقك. هتكتب ايه جنب الايمي بيني؟ سيجرز. ولازم تضيف عليها مين؟ سيلاستات اللي هو عباره عن ايه؟ باي هيدروبيبتايديز انهبيتور. على فكره السيلاستات ده بيجي في امتحان. يجي في الامتحان لوحده يقول لك السيلاستات از ادد تو ايمي بيني ليه؟ تو بروتكت فروم بيتا لاكتاميز هيباتيك مايكروزومال طي هيدروبيبتايديز انزيم. وصلت؟ مهم قوي. الدواء الكومبينيشن اسمه تاينام.
يبقى انا ما عنديش دواء في الطب يا ولاد اسمه ايميبينين. عندي ايميبينين سيلاستاتين الكومبينيشن ده جيف ريزون في الفاينل تبقى على مهم ليه سيلاستاتين از ادد تو ايميبينين تو بروتكت اجينس مين داي هيدروبيبتايديز اللي حواليك تكسب الدورايه. مهم قوي مهم قوي خلاص. ده يستعمل اي في في الهوستر اكوارد انفكشن مشاكله سيجرز. انت بقى بتحبوا ميرو كده عندك سببين بسبب واحد ليس سيجرز و ليس برضه بيقولوا ايه مش بيتكسر مين بيجيب ريزون ليه الميرو بين از بنفيت زي مين امي بين ويل ميتابولايت. خلاص في مشكله انطلق عن الطاولة من خلاص نمت واحنا ممكن ايه طيب هنستقر في اخر الحصه لو اندوفاني يبقى هنشوف بس بالظبط انا مايل لسه هنشوفه ربنا يسامحك مش عارف ليه بس يا راجل طيب برضه مايسن خلصنا فيه حاجه مش محتاجين منه حاجه في الورق بتاعك. ليه 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 انت عارف انا نطق ابزورب نورال صح وبيتاخد ازاي سلو اي في انفيوجن تمام ولو اتاخد رابد يعمل ريدمان و نيفوتوكسيك و اوتوكسيك والاستعمالات كلها عارفينها. لو انت عايز بس تزود حاجه في ورقك الجميل ده ان هو جلايكوبروتين انتي بايوتيك دي النيتشر بتاعته دي طبيعته جلايكوبروتين خلاص عشان لو بتحب تمسك جلايكوبروتين انتي بايوتيك كل حاجه انا معاك فراغ العقل فيها. مين اخوك جديد؟ تسميتكو بلامين. حد عايز يعرف عنه حاجه؟ هو زيه بس ليس توكسيك ليس نيفروتوكسيك وليس بوتن يعني برضو الايه المرسه والحاجات دي. حد عنده مشكله بجد مجمع لي الدنيا كده ولا لا؟ الدنيا مجمعه ولا تايهين ولا ظروف؟ مع مين؟ حلو حلو ليس نيفروتوكسيك وليس بوتن تترا سايكلين. انصحك روح ذاكرها من الورق بتاعك على طول اللي هو ورق التجميعات بتاعنا ده. ليه بقى؟ هو انت عندك بيقسموها ازاي؟ بص معايا على السبوره برضه عشان انت معايا في الكتاب يعني. بيقسموها لو تو مودريت ليفل سولوبيليتي. تترا سايكلين، اوكسي تترا سايكلين، كلور تترا سايكلين، ديميكرو سايكلين. يبقى انت تاخد اول اربعه من دول تحطهم في قوس وتكتب عليهم لو تو مودريت ليفل سولوبيليتي. اول اربعه تحطهم في قوس. ما انا بقول لك اهم حاجه في التترا سايكل ايه يا ولاد؟ معلومه انت عارفها كليتد باي ايه؟ ابزورشن بيقل بمين؟ بالملك والكالسيوم والمغنيسيوم والايرن والالومنيوم. اي حاجه دايفيلنت وتايفيلنت اي حاجه عليها شحنه ثنائيه او ثلاثيه مش كلام؟ ده اللي يهمني خلاص؟ ده اللي يهمك ديستريبيوشن اوفر ذا بودي تعالى بقى تقريبا كده كله قاعد شد معايا وعلاقتها بالجلسه ده يفرق معاك في الكلام ده كله. ما يفرقش معاك الدوكسي سايكلين انزل بقى لو في ورق بتاعك الدوكسي سايكلين عليه هتحط عليه نجوم كتير جدا 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 لانه اول موضوع حيوي في التاريخ انا بتكلم كلام دقيق في اللحظه دي نزل في الاسطول مش محتاج رينال ادجستمنت وده اكتر واحد بيجي في الام سي كيو لما يجي يقول لك مين الغدد الحيوي اللي مش محتاج دوز ادجستمنت ان رينا ديزيز يكون دايما عايز دوكسي سايكلين. الدوكسي ايه؟ يبقى ده نو دوز ادجستمنت لو موجودين في الام سي كيو بس عرفا دايما بيحترموا التاريخ في الحته دي بس هو على حسب الموجود قدامك في الاختيارات تمام. المينو سايكل اللي عايز منك معلومتين فيه انت عارفهم هتقولهم لي مينو هتقول لي اللي انت مذاكرهم بي ايراديكي منينجوكوكا الكارير وبيعمل ادريس في مشهور حد عارفه؟ لسه سودو تيومر سيربراي انت بتحلم انت بتحلم بس
اعلي التكييف يا عم لو التكييف. وبيقولوا بيكم على كده بكره ما تبقوش في المكان ده، لان المكان ده فعلا هو وقت يوم التكييف. طب اقول لك على حاجه، نزل التكييف عليك ايه ظروف الناس اللي هنا حرانين بردانين؟ ايه ظروفهم؟ اتكلموا بردانين؟ لا يبقى انتوا انت عندكم مشاكل. الدخان ده يعمل ايه سم؟ الدخان ده يعمل ايه سم؟ يعمل ايه سم؟ طيب غيروا عمركينكم مش عارف حد يبرد من دول. ركزوا معايا مثلا. ده اللي كان يهمني. الديميكلو معلش النبي الديميكلو اكتب عليك كلمتين الام اس كيو مهمين قوي. الديميكلو هتكتب عليك كلمتين يستعمل في ايه وليه سايد افكت ايه؟ الله ينور عليك. يعالج مين؟ بس كده يعالج سيده ويعمل ادفيرس افكت ايه؟ على فكره في الام اس كيو بيلخبط بينهم. يعني يجي يقول لك ده بيعالج الديابيتس انسيبيدس، صح ولا غلط؟ ها؟ غلط صح؟ لا الانتي باكتيريال اكتيفيتي والكلام ده كله خلاص، خلصنا كل الكلام ده كله، ما عادش فارق معايا في حاجه. خلصت التتراسايكل ما تخيل. كوران في نيكول كان في منه دوايين، كوران في نيكول وفاين في نيكول. الكاينتكس بتاعته كان دواء محترم قوي قوي لما كان بيستعمل في الطب. ما فيهوش حاجه برضو. الكاينتكس بتاعته بيبقى على يبقى اقراها انت براحتك، ما فيش فيه مشكله. لو انت عايز بس تكتب حاجه بالنسبه لي في الادفيرس افكت بتاعته، لو انت عايز تفكر نفسك كنت بتذاكر بكوران في نيكول، انت بس جنبه محبط وانت تبقى تعرف تسمع بينه وبينك. هتقول لي محبط لمين؟ وجراي ايه؟ شكرا. بيشتغل ازاي؟ استاتيك ولا سايدر؟ استاتيك. بروتين 30 ولا 50؟ بس خلاص ده كرام في الكل ده اللي يهمني. وافتكر كلمه سيما اللي احنا كنا نقولها كده، اللي هي كانت ايه سيما دي؟ سالمونيلا وانفلونزا ومنينجيتيس وانيروبيك. خلاص يبقى افتكر بس اكتب جنبه بس كلمه سيما وخلاص ومحبط وانتهينا على كده. ده كفايه عليه قوي كده في المذاكره. امينو جلايكوزايد، لو انت فتحت كتابك هتلاقي احنا كنا عاملين فيها ايه. خلصنا الانتي باكتيريال اكتيفيتي تمام، بس تعال بقى في السبيكترم. لا ركز معايا بقى شويه. انا كنت مقايلوك ان العيله محترمه صح ولا لا؟ العيله محترمه يا ولاد، بالرغم ان هي نارو سبيكترم بس عملت ايه؟ سمعت ان اصعب بكتيريا في الطب هي مين؟ النيجاتيف. قال لك ده ملعبي. حلو. انا بتاعت النيجاتيف. وقامت جايه من الجيبه من الاخر، اخذت الكور. حلو؟ يبقى اخذت مين؟ النيجاتيف بكتيريا الصعبه. وقالت انا لما اروح للبوزيتيف هاخد البوزيتيف كوكاي اللي مجننا الناس. مين البوزيتيف كوكاي اللي مجننا الناس؟ البيتا لاكتاميز بروديوسنج مين؟ ستاف والانتروكوكاي بتوع الاندوكاردايتس اللي هم الفيكاليس والفيريدنس. فهمت دي ولا لا؟ وقامت خارجه بره الصندوق واخدت تي بي. شفت السبيكتر بتاعها عامل ازاي؟ اخدت مين في الاول؟ نيجاتيف بس اللاي. وبعد كده اخدت مين؟ البوزيتيف كوكاي اللي هي البيتا لاكتاميز والانتروكوكاي. وقامت داخله مع مين بعد كده؟ التي بي. ممتازه. بس اللي بكتب لك جنب التي بي استاتيك على التي بي. على التي بي استاتيك مش سايدر. قول لي ايه؟ لا ايه ده؟ بصي لا
هناك الكلام كان خاص بالبنسلين بس. ايوه بالظبط. طيب واقولها بخط كبير واسالك في امتحانات، تعالوا ما تعالجش انيروبيك بس تعالج انيروبيك ما تعالجهاش ما تعالجهاش. ليه بنحطها على البنسلين؟ جيف ريزون هنا، جيف ريزون ليه بنحطها على البنسلين؟ البنسلين هيكسر السيل وول يخليها تدخل. والاثنين عندهم حاجه اسمها كومبلمنتري سبيكترم. يعني كومبلمنتري؟ يكملوا بعض. البنسلين شغال في البوزيتيف بيشغل على مين؟ على النيجاتيف. يحصل له حاجه اسمها ايه؟ سيرجيزم. بس اوعى تحطهم في مين؟ في سرنجه واحده. ليه؟ ده اسيد وهي ايه؟ بيس. اكتب عليه مهمه، اكتب عليه مهمه. خلاص؟ معلش السبيكترم بتاعها على ايه؟ هي نيجاتيف بتاع ايه؟ البنسلين كان بوزيتيف. الريزيستنس مش تبعنا في الفارما. الكاينتكس بتاعتها المهم فيها انت عارفه كانت بتقول هزور بايه؟ اورالي. لو سمحت يا اولاد لو سمحت ركزوا معايا. العيله دي انا دايما حافظها كده. يقول لك العيله دي اتحرمت من ثلاث اماكن قبل ما تروح انتقمت من ثلاث اماكن ثانيه. يعني ايه؟ العيله دي اتحرمت من كل خلايا مش هي ايونايزد؟ يبقى ديستريبيوت اكسترا سيلولار. رقم اثنين لا تعدي بلاد برين بارير ولا اي. فقررت تنتقل بدل ما تاخد عينك قام تروح في ودنك. وبدل ما تعدي فوق قام تعديها تحت فين؟ في البلاسنتا. وراحت اتركزت في الكيدني. يبقى لو سمحت العيله دي اتحرمت من ثلاث اماكن قامت راحت ثلاث اماكن انتقلت منهم. ما راحتش فين؟ جوه الخلايا ولا برين ولا اي. قامت راحه مين؟ اير وبلاسنتا وكيدني. صح كده؟ تمام. ده ملخص الاحداث اللي عندك. عشان كده ممكن يا ولاد تعمل ديفنس للفيتس. ديفنس لمين؟ للفيتس. الري ادجستمنت في الدوز الري البري. الحته دي كانت لها قيمه في امتحان الشفوي. وعدت. بس خاف تيجي بيزو اللي هو ايه؟ بص يا صديقي انت عندك تعديل الجرعه حاجه من اتنين. مش احنا متفقين العيال دي سفاحه نيفروتوكسيك واوتوكسيك والكلام ده؟ طيب تعالى نتفق. انت دلوقتي راجل واحد كيلو تعبانه، هل يجوز ياخد جرعه زي سيادتك؟ فبناء على ما تقدم لازم تعمل في الجرعه؟ قللها. انا عندي مدرستين في تقليل الجرعه. مدرسه بتقول لك قلل الدوز، وفي ناس تقول لك قلل الفريكونسي. يعني انا باخد 100 مللي جرام كل 8 ساعات. انا كراجل نورمال يبقى انا بدخل جسمك في اليوم كام جرام؟ كام مللي جرام؟ 300. في مدرسه تقول لك عندك اوبشن من اثنين. احنا لازم نقلل 300 دول باي شكل من الاشكال. احنا بنعرف يا اولاد الكيدني من حاجه اسمها الايه؟ الكرياتينين. حاجه اسمها الايه؟ الكرياتينين. يا كلينا سيلفك السيرم كرياتينين. هو هنا احنا على السيرم كرياتينين. عندك مدرسه من اثنين، يا مدرسه الضرب يا مدرسه القسمه. يعني ايه؟ سيادتك لو انت من اللي بيحبوا الضرب تقول لي هقول لك على حاجه. انا اقوم جايب إيه انت النورمال بتاعك الكرياتين بتاعك واحد، الواحد واحد رينج الواحد. لو واحد الكرياتين بتاعه اثنين اقوم اخد 100 بدل واقوم ضرب الثمانية دول اخليهم ايه؟ في اتنين. يبقى ياخد 100 كل قد ايه؟ 16 ايه؟ ساعة. يبقى دي مدرسة لعب الانترفال. مدرسة لعب مين؟ الانترفال. في مدرسة تقول لك لا اقسم. اقسم يعني اعمل ايه؟ هدي 50 كل قد ايه؟ يبقى انا عندي تو اوبشن لحد دلوقتي. يا ضربت يا قسمت. لو هضرب هضرب مين؟ الانترفال. لو هقسم هقسم مين؟ الجرعه. على الكريتين ايه؟ الكريتين الليفل بتاع العيان. تمام؟ مين احسن بقى فيهم؟ بص على راسنا اللي قدامك دي. لو انت مشيت من مدرسه الانترفال اللي هي نفس الجرعه الكبيره بس كل 16 ساعه، ولا الجرعه الصغيره كل 8 ساعات؟ قال لك وجدوا بقى ان الانتي بكتيريال اكتيفيتي قدرتها على القتل بتعتمد على البيك.
على الليفل العالي والليفل بتاعها في الدم الترف اللي هو الليفل ده اللي بيعمل التوكسيستي. بص معايا على الرسمه، لو انا كنت بدي مدرسه ان انا بدي الجرعه كل يوم او كل 16 ساعه هدي جرعه كبيره اعلى او صح، واقوم استنى كتير واقوم نازل ودي جرعه كده صح ولا لا، ايه اللي حصل؟ ما خدت بيك عالي صح؟ والترف ايه؟ قليل. يبقى انت اخدت بيك عالي قتلت اكتر وترف قليل لسه ايه؟ ادفيرس افكت صح ولا لا؟ اكتب عليها جيب ريزون. ليه تفضل ان انت تغير الانترفال على انك تغير مين؟ الدوز. لان الانتي بكتيريال اكتيفيتي بتعتمد على مين؟ على مين؟ على البي. والتوكسيستي بتعتمد على مين؟ على الترف او الكونستراف كونستريشن. كلمة ترف دي مهمة. التوكسيستي خلصناها الحمد لله بالدراج انتر ايه؟ اكشن. البريبريشنز بتاعتها يعني ابقى راها ما فيش فيها مشاكل، بس انا تخيل بس ان الستريبتومايسين ده هنسمع عنه في علاج التي بي، علاج التي بي ان شاء الله النهارده. الستريبتومايسين كان واحد من الناس اللي بتشتغل في علاج الستريبتومايسين التي بي. اخدت التي بي في المايكرو صح؟ كان داخل في الشفوي؟ بس لا اكيد لان انا بلاقي ان هو كان داخل لنا كله في الشفوي، بس ما ذكرناهوش كله يعني دي كانت دفعه مش دفعه بس خلاص. يبقى انت عارف الفيرست لاين اللي هو الري اي بي اللي هو الريفنتسين ايزنازيد ايزنامايد ايتامبيوتول خلاص مش كلام. الستريبتومايسين معاهم ماشي، ده الفيرست لاين. بيتاخد عرض، انت هتاخد اورال حاجه في جي دي يقال انه ممكن يعمل اوبتيك نيرف ديسفانكشن، ممكن يعمل مشكله في العين. اوبتيك نيرف ايه؟ ديسفانكشن. جنتامايسين ده الفتوه بتاع العين دي كلها، ركزوا معايا. ابقى رابي بيعالج كل حاجه والكلام من ده. يعني الاميكاسين والنتريميسين بدات تظهر ريزيستنت للجنتامايسين، بدا يبقى احسن منه. النيومايسين عدى عليك قبل كده، ده كتب عليه مهم. نيومايسين دي بقى نيومايسين ده ما فيش منه انجكشن، ده بيستعمل لوكال بس المكان اللي بتحقنه فيه. لو سمحت ده يستعمل اورال عشان تنظف الشي اي تي قبل العمليات الجراحيه، لكن صدقني صدقني استعماله اللي يهمني وانت اخدته قبل كده في الشي اي تي فين؟ حط عليها البوم فين؟ في الهيباتيك كوما. في الهيباتيك ايه؟ كوما خلاص. اورال في الهايبر ليبيديميا الشبح ده اسمه كوليستيرامين، معرفش تاخده في البلاد ولا لا. فين؟ في الهايبر ليبيديميا بيعمل حاجه زي البايل اسيد بايندنج ريزن، يمسك في الكوليسترول يمنع الانترو هيباتيك سيركيوليشن خلاص. يبقى علم بس عليه في الهايبر ليبيديميا. اقول لك ليه انتي بايوتيك اللي بيعالج الهايبر ليبيديميا خلاص. تبقى في السكن في منه انهيليشن في الجست. كانامايسين مش مهم قوي بالنسبه لك، توبرامايسين مش مهم، سبكتينومايسين مهم في الجونوريه، والبرومومايسين مهم. البرومومايسين مهم اميبا دايركت اميبا سايدا مهم. حلو قوي. ماكروليد حد شاطر وقديم يقول لي الماكروليد بتشتغل ازاي؟ يا محيركم استاتيك وايه؟ وسايدر 50 ولا 30؟ 50. حد يعرف بقى ادفيرس افكت يبقى شاطر. تبقى جاستر جونو دايريا، طب هتحاول تفتر عليها كده واحنا نقف لك. كوليستيريك جونتس اقول لك ده الاستر بتاعها. اوت توكسيك اقول لك ده اللارج دوز. ريترو هيباتيك مجزوع انزيم انهبيتور كلهم ما عدا مين؟ ازيستروميسين. وبتمنع الميتابوليزم بتاع الايه؟ الديجوكسين. طيب اريثرو كلاريثرو ازيثرو وكنت مرتبهم لك بالديوريشنز. ماشي الكلام. كاينتكس ما تفرقش معايا، كانت اسيد سنسيف فبتتاخد على هيئه انتريك كود او استوليت استر. الليفر دوبوتي مالهاش في السي اس اف. بتروح في البروستاتيك فلويد، بتروح في الماكروفيج، تنزل في البايل، يعني عندي الكلام ده كله بسرعه. الانتي بكتيريال اكتيفيتي بتاعتك
مفيش فيها مشاكل اللي احنا خلصناها بتشتغل ازاي، وبروكاينيتك الريزيستنت مش عايزها، السبيكترم شبه البنسلين جي. فاكروا؟ بص نتيجة البوستر تمام، ولكن عندها ايه؟ عندها ايه؟ نيجاتيف باسيلاي. وخلي بالك دي شغاله على البروتين يا ولاد، شغاله على البروتين، يبقى عندها حاجات مش في السيل وول. زي مين؟ مايكوبلازما وكلاميديا. مايكوبلازما وايه؟ وكلاميديا. ارجع اقول لك ما يفرقش معاك الكلام ده كله، مش موضوع سؤال. لو تفتكر استعمالاتها كانت ايه؟ ارجع للورقه اللي احنا كنا عاملينها، كانت حلوه قوي. فاكر كنت بتستعمل في ايه؟ كما كنا كتبناها ماكروليد مايكوبلازما كلاميديا ليجونيلا ودفتيريا وبديل البنسلين في حالات الايه؟ الالرجي والريزيستنس. وكتابك عايز يوصلك رسالتين، ان هي بتعالج الريسبيراتوري والسيكشوال ايه؟ ترانسفيرد ايه؟ ايه؟ لا ده الكتالوج الملكه. طيب ايه مشاكلك خلصتها؟ ايه الفرق بين الادلتر والكاريزو واللي فاتوا؟ كان لونجر ديوريشن وليس سايد افكت. الناس اللي مذاكره الكاريزو مايسن كان عندكم في العملي؟ ما كانش عندكم في العملي. طيب كان عند زمايلنا اللي امتحنوا العملي في البيتريك ارثر في الاتش بايولوجي، هو كان تريبل زيرب. ده في بعض الناس كان حظها عاثر، دي كانت فتحه كيموثيرابي في ال في ناس اتفتحت اللجنه كده كيموثيرابي بتعالج يا ابني البيت الكانسر ازاي. هو الواد حسن النيه تريبل ثيرابي الى ريترومايسين بقى. تعالى كيريزو مايسين بتاعته مين والميكانيزم ايه وبيشتغل ازاي وكان بيقول طبعا ده الله اعلم هو كان فين بقى في المنهج ساعتها، يعني يحاول يقول له بي بي اي اللي طب كيريزو مايسين يا ابني بي بي اي يعني. الكريتروميسن عدى عليها قبل كده خلاص. كليندامايسن حد فاكر كنا رسمنا جنبه ايه؟ ايه ده؟ زيها كنا رسمنا زيها بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط كده. برضه ملوش في السي اس اف. بص مفيش فضول حاجه عندك بيعدي بالبروتين كله بلاد برين بارير زي الكرات ريكور. تبقى كده معلومه عامه. احسن واحد في البروتين يعدي بلاد برين بارير هو الكرات ريكور. خلاص؟ في اتنين دكاتره بيكتبوا الموضوع ده حلو، ده بتاع الاسنان وبتاع العظم. هو بيتركز في البون والتيز. في البون والايه؟ والتيز. ملك علاج الانيروبيك. ملك علاج مين؟ الانيروبيك. لو شفت حد بياخد منه مرهم يبقى عنده اكني. اكني اللي هو ايه؟ حب الشباب. ايه مشاكله؟ ايه مشاكله؟ زهقنا. بيعالجوا بايه؟ مكررين قوي مكررين. على فكره ازاي اكتشفوا المايكرو؟ ازاي اكتشفوا المايكرو؟ علاج السودوم بنسكولايتس. بس ما عرفتوش. اكتشفوا المايكرو اتسالت علاج السودوم بنسكولايتس. بس غريبة ان هم ما انبهروش. العلاج اللي قدام بقى كورالفانكومايسين وميتريدازول. واضح ان المايكرو مش منبهر. يعني عادي كده هو مكمل الامتحان عادي يعني. ما علينا. جيد سيرفنس وليفر فانكشن. خلاص؟ نيو دراجز. هام هام هام. بقول لك ايه؟ خليك في ورقك يا ابني يا ابني، انا عايز الورق النظر يبقى كامل مكتمل. على فكره انا لو منك اسميهم سو بعدين. لا ما خدناش منهم حاجه حتى الدكتور قال لنا اسميهم. بعدين؟ يعني هيجوا في الامتحان هيجوا يقول لي مين؟ طيب اللاينزوليت اكتب بس ان هو بيعالج الفيرسا. اللاينزوليت بيعالج الفيرسا. انت عارفين الفيرسا يعني ايه اول؟ تمام. الستريبتوجرامين ده عباره عن اثنين انتي بودك في بعض. حاجه اسمها كوينبرستين زائد دالفوبرستين، والنبي علم عليها معلش. حطها في ورقك. عباره عن كوينبرستين زائد دالفوبرستين. جيت مره في سؤال في الماتش. فوق الستريبتوجرامين وتحت دالفوبرستين زائد كوينبرستين. هو بجد ده اسمنا كله اكس 3 على كام درجه؟ درجه مش عايز درجه.
انت لو مشيت معاهم في المنهج كده واللي عليها بوين 7 هتجمع لازم تاخد 70 درجه في 30 درجه ولا حاجه. مش عايز يا عم كان فاتك حفظتها كوني برستين زائد دالفو برستين يعمل السيرو بروجرامين كلهم شبه بعض اهم انسى واحده قبل كده وقال لهم يا بعض يعني السيرو بروجرامين ايه اللي يخليك كوني برستين زائد دالفو برستين ايه لا كده ايه اللي يجيب الاسم ده خلاص اللي مش معجب بيهم مش طبعا على مسؤوليته الشخصيه مسؤوليته هو في دي لا في يوزيتك اسد معلوماتك العامه تجنيني قول لي معلوماتك عنده ايه اخلص معلوماتك عنه ايه ماشي استيرويد النيتشر وبيشتغل في نفس المكان اللي كان بيشتغل فيه استرويد النيتشر انت ستاف بيتركز في البول حطها برضو في الورق بتاعك بيتركز فين في البول عشان كده يعالج الاوستيومايلايتس يعالج مين الاوستيومايلايتس الكينولون شبه خلصناها بس بالراحه بقى كده الكينولونز يا استاذ الكينولونز كده تدخل الخليه خلاص الميكانيزم بتاعتها السبيكتروم بتاعها لا ركز معايا اكتب عليها السبيكتروم بتاعها مهم الكينولون كانت نعمه ربنا علينا كبديل للعلى السفاحه اللي اسمها الامينوجلوكوزايد يبقى انا اشعر ان انا بتكلمك بعيله يسيطر عليها جو النيجاتيف ايروبيك هذه الملكه سلبيه هوائيه يبقى انت عندك عدى عليك ثلاثه سلبي هوائي مونوباكتم الفاشل في الاول والامين والجلايكوزايد ومين والكوينولون الكينولون ليس اجينست البوزن ملهاش في النيموكوكاي والانتروكوكاي انا لازلت مصر يا ولد لو انت سالت في الامتحان في البكتيريا هيسالك في الاكسبشن في اللي فاشل فيه مش في اللي بيعالجه خلاص طيب مايكو بلازما ومايكو بكتيريا حلو الكلام كلاميديا ما تعالجش السبايروكيت والانيروب مش انتوا اللي قايلين هوائيه وتترفع عن علاج مين السيفلس حلو الكلام ده كلام كويس الجينريشنز روح للورق بتاعك يلا الفيرست جينريشن كان اسمه ناليديكسيك اسيد حد عنده سنس في الاسماء يقول لي ده كينولون ولا فلوروكينولون كينولون صح لا تمام ده يوريناري انتسيبتيك يوريناري انتسيبتيك ما بيستعملش علاج سيستميك انفكشن مش علاج سيستميك ايه؟ انفكشن السكند جنريشن يا اولاد سكند جنريشن سيبروفلوكساسين اوفلوكساسين نورفلوكساسين صح كده؟ سيبروفلوكساسين اوفلوكساسين نورفلوكساسين دول السكند ايه؟ جنريشن استعمالاتهم اكتب عليها موجوده في الورق خلصناها في الورق بتاعك ماشي الكلام؟ وقلنا اهم حاجه ونؤكد تاني الكينولون فاشله في علاج مين؟ السيفلس وملعبها مش النيموكوكاي خلاص؟ يبقى لو سمحت ملهاش في الانيروبيك ولا السيفلس ولا النيموكوكاي ملعبها خلاص؟ طيب الجيل الثالث بيجي في الامتحانات دايما الليفوفلوكساسين على فكره بيجوا في الامتحان بيسهلوا الموضوع عليك قوي يقول لك ايه في الامتحان؟ ثيرد جنريشن كينولون وخلاص عايزك بس يكون انت عارف لائق الكلمه دي ولا لا؟ فلوكساسين
كده الورق اللي معاك ده مهم قوي. ورقه تجميع الاسماء ده يعني انت ليله الامتحان غالبا الورقه الثانيه لازم يكون الورقه ده متجمع معاك خلاص، وكتاب الام سي كيو. بس الورقه ده اللي هيكون مثلا اخر معاك اربع خمس ساعات قبل الامتحان تكون عايش مع الاسماء شويه خلاص. ربنا يعينك والله يا ابني. انا عليا فلوس كتير بس طبعا. وفي الام سي كيو بقى انا اخش بقى افتكر تفاصيل بالظبط. لو قالوا بقى ان يوريه ده ممكن تبقى ايه؟ ما تقولوش بقى ما فيش حاجه اسمها يوريه. ليه؟ لان الطالب اوريجينال، انت مصر اوريجينال. هاجي اقول لك يوريه اجي لك بقى تحت ملعبك انت، هقول لك مثلا ان يوريه ثيرد جنريشن، هتقول لي يا محمود هتقول لي يا سلام هدول كده اللي في الاساسيين. والنكسس بقى ده. يقوم مثبتني انا بقى ساعتها، اعمل انا ايه بقى ساعتها؟ لكن لما هو زقك في الام سي كيو يبقى ملعب ملعبي. لكن انت بقى ايه؟ المشكله انت ايه؟ لا يا ابني الطالب لا لا غالبا قليل قوي قليل، ما بيجيش اسامي ادويه كتير قوي كده، لان احنا عارفين حضرتك انت سيرتك خبير. العجيب ان انت بتظن للحظه ان اللي بيصحح مش فاهمك. انت مش واخد بالك ان انت بتبقى بتكتب جمله حلوه قوي كويس فجأة سبحانك يا رب طلعت شبك وتنام كده في كلمة معينة ويقوم خطك يرجع يتعدل تاني. انتوا ما بتاخدوش بالكم يا رب الكلام ده اتبان قوي قوي في امتحان ميشن ديفيكيشن. الواد المدير يبقى ماشي كويس كويس فجأة كلمة كده مش عارف هي بتعمل هايبر ولا هايبر يعمل لك هايبر ويقوم مكمل. فانت تبقى انت بالصحة بس الواحد عشان الناس متعاطفة بتفوت بس الطالب بقى ايه ناصح قوي حلو ويوم ايه يوم جايب عندي عند يوم كاتب هاي ويوم كاتب البي والحرف الوقت يا او يا ايه اه ياكلها ويوم مكمل الجمله كده باين قوي بس يعني علينا علينا بالظبط. العلم اللي انت برضه مش فاهمه انت بتيجي تالف شرط الامتحان انت الاسئله اللي انت عارف اجابتها حلوه قوي ده مستعجل عشان عايز تلحق المعلومات اللي من مخك بدل ما تطير ده خطك وحش. لو ادى لك بقى وقت في الامتحان ومعاك سؤال لك قدر الله ما انتش عارف اجابتك بتعمل ايه؟ بتقلب صح؟ بتتجلى ده خطك حلو صح لا؟ العيال بقى الخبرة الخبر بقى العيال الخبر اللي هي مثلا من اول ترم في سنه اولى بيقلبهم وصل لدرجه بقى انا في سنه ثالثه بدا يتعلم ان هو يقلب في خط وحش. دي ملكه على فكره تمام؟ طبعا يعني برنس. طيب المهم ليفو فلوكساسين ده الجلد الثالث موكس فلوكساسين سبارا فلوكساسين. انا يفرق معايا صدقني لو انت حفظت السكند بالتريك اللي احنا قلناها سبرو او نور خلاص. الجيل الرابع بدا يخلف القاعده. ليه بدا يخلف القاعده؟ هرب من العيله وقام اخذ مين؟ الانيروبيك. ما عادش سلب هواء زينا معايا اسمه تروفا فلوكساسين بس الحمد لله سحبوه من السوق عشان هباتو توكسيك. هباتو ايه؟ توكسيك. يبقى الجيل الرابع هتكتب جنبه ايه؟ بيعالج الانيروبيك بس ايه؟ هباتو ايه؟ توكسيك. هباتو ايه؟ توكسيك. هباتو ايه؟ قلم وشرة سهلة نصيحة لله الكلام ده اجيبه النهاردة لو انت عندك نية يعني بتصفر لك اول سبع ساعات كده ولا حاجة عشان تفوق وتذاكر جنبه. كينلونز حد شاطر الكينيتكس ساعتها كان امتصاصها بيقل كان اخدها دارك انتراكشن بالسكرال فيد والانتازد واي حاجة فيها مجنيزيوم والمنيوم وايرن وزنك تقول لي عدى عليك الدرجه انتراكشن مش محتاجه منك حاجه. ديستريبيوشن بتروح في البروستاتيك تيشو مش فلويد مش وقتها قوي بس من الحاجات اللي بتدخل جوه الخلايا مش كده بتعالج المايكرو بكتيريا اللي هو الماكروفيج والبوليمورف تمام زي والنبي تقول لي عليها جيب لوز صعب مستحيل يجي في الامتحان بس لعل وعسى اللي هي اللي بتعالج التي بي والمايكرو بلازما والحاجات دي كلها عشان بتدخل جوه الايه؟ الخلايا خلاص؟ اكسكريشن ممكن احط عليها بروبنسيد ومن الحاجات دي اللي متورطه في كريستالوريا بس لا دكتور ما بحبش ولا بتلخبط كريستالوريا بالنسبه لي المشاعر راحت ناحيه دواء تاني خالص. وما ايه الا كريستالوريا
برافو عليك. السلفونه مايك، وهما السلفونه مايك الا كريستالوريا وكيرنكتراس وهيموليسيس. طيب المهم ادفيرس افكت بتاعنا احنا كنا خلصناها، بس اصحاب الذاكره القويه كانوا بيقولوا ان هي للكبار فقط، صح؟ بس مش كبار قوي. ليه؟ عشان اسمها هيلس وانثروباسي، ولعبه تحت لعبه فوق في الهيد، وممكن تعمل سيجرز وكلام من ده، وتعمل هايبر سيتي وفوتو ايه؟ وشويه جي اي تي ونفرو توكسيس. دي كانت الكينولونز. السلفونه ميد الحمد لله كانت مشهوره من عليك. ما عدا الادفيرس اللي احنا خلصناها، تمام. روح بعد كده لمين؟ فرحان انت او صح؟ الادفيرس اللي احنا مخلصينها اصلا في الورق. روح معايا بعد كده لمين؟ ل الكتره يا موكسازول، اكتب عليها هام. روح على الكومباينيشن بين مين ومين؟ الشاطر بيكافئ نفسه النهارده، وانت انا قلت عليه ادفيرس افكت في اول حصه رجاله بلاستيك انيميا كافئ نفسه. ما ذاكرش النهارده لا ما ذاكرش انت تعال. طيب حاضر. كتره يا موكسازول كتب عليه هام جدا جدا جدا. طبعا كومبينيشن مالت ترايم سوبريم والصلفه ميثوكسازول بنسبه 1 ل 5. كام؟ 1 ل 5. ليه حطوا الاثنين دول على بعض؟ عشان نفس الكاينتكس. الدي هاف 12 ساعه. يجي السؤال، لو جالك اللي هي الميكانيزم بتاعته، لو انت رسمت الرسمه دي خلصتني، الصلفه هتكون بيت مع البابا عبد هيدرو تريسنستيز، والترايم فيبرين يمنع البايهيدرو فوليك ريداكتيز انزايم. عملنا حاجه اسمها سيكونشال ايه؟ بلوك. فبالتالي مناعنا تستعد دي ان يحصل منهم ايه؟ سينرجيزم. اجي اقول لك جيف ريزون ليه بعمل كومباينيشن؟ او ايه الادفانتج بتاعت الكومباينيشن؟ هتقول لي ايه؟ عد معايا. سينرجيزم او الاجابه النموذجيه، واحد سيكونشال بلوك، اثنين سينرجيزم، ثلاثه مور بوتنت، أربعة وايدر إيه؟ سبيكترم، ليس إيه؟ ريزيستنس. تمام؟ سيكونشال بلوك، سينرجيز، مور بوتنت، وايدر سبيكترم، ليس بكتيريال إيه؟ ريزيستنس، والأهم من كده كمان أصبح بكتيري سايكل. بالرغم إن الاثنين كانوا إيه؟ استاتيك. استعمالاتك إيه؟ لو واحد بيألف هيكتب أحسن من الموجود هنا. قول اي حاجه. ريسبيراتوري يورينري بروسايتس كونوكوكال شيجيلا سالمونيلا. انا اجري بس معايا حته بس حاجه اسمها نوكارديا، وحاجه في النيموسيس كارنيا يعلم عليها. نيموسيس كارنيا دي اسمها عنها ده اوبورتيونستك انفكشن للايدز. اوبورتيونستك انفكشن دي اللي بتجيب اجل مرض الايدز، خلاص. وحاجه اسمها توكسوبلازموزس في البارة في البارة في البارة في البارة صح؟ فعلي بس على توكسو بلازموزس. ايه توكسو بلازموزس ده؟ ده بار؟ توكسو بلازما دي تيجي فين دي؟ في القطط صح؟ ادفيرس افكت خلي بالك من جاله بص الانيميا في 10 اعطاك في الام سي كيو. اسمعني زائد اي بي سي ايه اللي هو ايه كانت ايه يا ولاد؟ الرجي. وكان فيها جمله خطيره اسمها ستيفن جونز سندروم. بي كانت بلاد اشهرها هيموليسيز وبالمرض ديبريشن. سي كانت كريستالوريا، دي كانت دايارية، ودمج الافتكاسه اللي هي هيبات توكسيك ونيف توكسيك، ودي اللي هي كانت كيرنكتراس، وديسبليس الاغرب ايه؟ دراج. شاطر تمام اهي.
ممنوع فين ممنوع فين الدواء ده؟ اقل من شهرين عشان الكيرنكتراس والبريجننس واللاكتيشن عشان الكيرنكتراس ولو الكليه تعبان عشان مين؟ الكريستالوريا. نعم مش عندك؟ مش طب هو الشباب الشباب كده تاخد لك حلم كده انت عامل ازاي يعني انا لو انت مش مطابقات الدي بي واليو تي اي يبقى انا امنتك العمل كمان خلاص ايه بقى كده بقى كده اميبا واميبا احنا خلصنا الجزء اللي جزء اللي هنعمل فيها وال انت فاير ولا انت فانجر لما لا هو كده فاضل ايه هو ده كله فاهم اه فاهم اكرم حاجه انت اسكيس هو ده اللي بقى اه لما هو اخي شويه بس هو خلص طيب بصوا بقى بصوا بقى في كتابك انت عندك بص يا سيدي بص لي بقى كده عشان بس الحته دي بقى ايه وجع القلب يبدا في الكيموثيرابي من هنا الريتن خلص مع التي بي المستخلص يعني انا عندي عمرنا التي بي ما بيجيش في الريتن الا من سنه بس خلاص هو احنا ناخد روماتيك فيبر ولا تي بي اسمعني اسمعني دول الصفحتين دول المفروض دلوقتي اللي انا هتكلم فيه ده هنتكلم عملي يعني المفروض اللي انا اقوله ده كان يعتبر طبعا العملي اللي هو الانفكشن انت عندك كيس انفكشن تيجي في الفاينل لا فلما كنت انا في العمل قلت يا ريت في كيس انفكشن خلاص كيس الانفكشن تيجي ايه؟ يا تي بي يا يوريري تراكت انفكشن يا تايفويد لو احنا ربنا يسهل تعالى نبدا بالتي بي اللي اتحدد في الريتن نخلص منه وبعد كده نمر على التانيين دول فهمني ولا لا؟ طيب لا 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 الكيس كبيرة زي كده في الكتاب العمل بتاعك في الفيلم في السكاشن ايه؟ يعني الى حد ما كان بيديك ساعات كوبي وبيست في الكتاب العمل هي دي اللي كان فيها اكتر من كتير؟ ايه؟ لا هو انا بختار واحد بس عبالة طيبين ده كنا زمان كانوا بعرفش بيعملوا في الطلبة كانوا يعملوا ايه؟ كان يسمح بأكتر من اختيار والاختيار الغلط يطير الصح ولو كان في سؤال مبني على الثاني لو انت غلطت في الاولاني ما بني عليه كله باطل لا ده تغيره ده الكلام ده بالظبط من حوالي 7-8 سنين العامل بتاع فورما كان مرعب بمعنى ايه؟ كان يجيب لك كيس يقول لك تختار الدواء الفلاني بيتاخد ازاي؟ وايه مزاياه؟ والكلام ده كله تمام؟ بيجرب ده بيصلح ده المهم فمثلا انت مثلا غلطت في السؤال الاولاني وجاوبت ده كله صح لا انت في نظر القانون هنا غاشش بالك اللي كان يبقى السؤال ناخد ماينس 4 كانوا على الطلبه كانوا بيروحوا يجيبوا منهم درجات قلت على يا ابني انت عليك درجات الاسم لا يعني كان لا كانت مسخره كانوا بيقولوا لك مواد ثانيه يعني لا كانت مسخره اصلا زمان ده الدنيا اتغيرت قال لك كان في بلاوي بتطلع حاجات غريبه بص بقى دي هات لي التي بي هات لي التي بي تبركلوزس خلاص
تي بي يلا يلا تي بي بينه وبينك مبرام انه يتحالف في الريتم بس انا مش حاسس ريتم قوي اللهم قال الريتم بالسين يعني الانت بيركز راك كان عندك فيرست لاين وسكند لاين بس لما جاب الام سي كيو بصراحه كان ام سي كيو مستحدث اللي هو الام سي كيو بتاعنا اللي هو في الكلمه من الكتاب فركز معايا بقى في الكتاب واحده واحده الفيرست لاين بتاعك ده الاحسن هاي افكس وليس ادريس ايه افكت اللي هم كانوا الرب ريفامبيسين ايزونيازيد باي ريزينامايد اسمعني عليه كلمه ده بيعالج الميكروبكتيريا جوه الماكروفيج يمنع ريلابس اكتب عليها ام سي كيو هام يقول لك مين في دول بيمنع ريلابس يبقى الاجابه باي ريزينامايد يمنع ريلابس علم عليها لو سمحت مشاكله ايه الرجي وجعي دي وشويه هبات توكسيك وهايبر يوريسيا علم عليها مشكله مع مريض النقرس ايثامبيوتول مشكلتي معاه الاي ايثامبيوتول اي بيعمل اوبتيك نيورايتس ونفس الفكره برضو بيعمل هايبر يوريسيميا هايبر ايه يوريسيميا يبقى اللي عندك دوين ورا بعض بيعملوا هايبر ايه يوريسيميا وعندك هنا مشكله في الاي الستريبتومايسين ما انت عارفه بقى فوتوكسيك ونيفروتوكسيك وكان برضه بيعمل مشكله في الاي اوبتيك على فكره يبقى لو تاخد بالك اقول حته دي بسكول لما تيجي في الكيس يقول لك مين اللي بيمنع الريلابس بايريزينامايد مين بيعمل هايبر يوريسيميا بايريزينامايد بايريزينامايد ثم بيتول مين بيعمل اوبتيك نيورايتس الثم بيتول والستريبتومايسين السكند لاين بنعقل كده السكند لاين ده اولا ليس افكتيف مور توكسيك يبقى كده عمرك ما هتلجأ له بمزاجك هتلجأ له الاتجاه المضطر في اليرجي او توكسيس من الادويه الثانيه او ريزيستنس بارا امينو ساليسيليك اسيد ده بيكون بيت مع البابا الباسا بيكون بيت مع البابا علم عليها مشاكله ايه جي اي تي ابسيت هيباتو توكسيك ونيفرو توكسيك والثايرويد ديسفانكشن علم على الثايرويد والهيباتو توكسيك والنيفرو توكسيك الام سي كيو صدقني لو انا هوريك الكيس اللي جيت قبل كده في التي بي لما تحل الامتحانات اللي فاتت مزعجه للغايه لان جه مثلا قال له ريجاردنج الباسا بيكون بيطلع البابا هيباتو توكسيك نيفرو توكسيك ثايرويد ديسفانكشن ومعلومه ثانيه بيكون بيطلع فيتامين مش عارف ايه
يعني تكون ملم بكل المعلومات اللي مكتوبه عن كل كلمه هنا خلاص بدقه. الله يخليك في الحته دي. الثيوناميد الثيوناميد بيعالج اثنين. الثيوناميد مايكوبكتيريوم تي بي والليبروسي. الثيوناميد هيعالج الاثنين اللي هو كانوا مين؟ تي بي والليبروسي. بس هيباتو توكسيك. هيباتو ايه؟ توكسيك. سايكلوسيرين واللي عدى عليا في اول الحصه لما كنت فايق النهارده وانا صغير الساعه 7 النهارده واحنا فايقين فاكرين كان عندنا امل وطموح. كان ده بيمنع السيل وول انرجي وجاي تي وسيل ناس. سايكلو بيعمل سايكوزس. سايكلوسبورين بيعمل سايكوزس. سايكلوسبورين بيعمل ايه؟ سايكوزس. الباراجراف ده عامل بس انت عامل شويه صدقني ما بين ورقتين والورقتين اللي في العمل. ما عندكش وقت عندك ام سي كيو بيتحل وكلام من ده فلا يفضل انت تبقى داخل بقى من بدري خلاص. الاميكاسين كلامايسين كابرومايسين ولا يفرقوا معايا في حاجه مفيش مشكله خالص خلاص. التوكسيك ونفرو ايه؟ توكسيك. بعد كده عندك بقى علاج اللي انت اخدته في المايكرو حكايه الدوتس ان العيان ياخد الدواء تحت رعايه حضرتك. وزي ما انتم عارفين يا اولاد ان احنا بندي كذا دواء ليه بنستعمل كومبينيشن في علاج الكيمو التي بي؟ اقلل الريزستنس وزود الافيكاسي وقلل ايه؟ التوكسيس. دكتور صحيح هو الورق الاولاني انت بعتله الكيمو الثاني بس الورقه الاولانيه ريتن على الكتابين والثانيه ام سي كيو على الكتابين. الكتابين يتكتبوا خلاص. ممكن تعمل لقط حلو انت تنزل يوم الثلاثاء اللي جاي مش حد بيدفع ينزل اسمع على خصم بتاعك انت عملت دي بقى خدمه العمر. ما يقدر بقى خلاص يا استاذ خلاص خلاص برافو. المهم احنا بنمشي ازاي في العلاج؟ خلصوني يلا. انا بمشي كالاتي. الوضع كالاتي. هتمشي الثلاث ادويه لمده شهرين وبعد كده اسحب لي مين؟ البايريزينامايد وكمل بمين بس؟ بفامبيزين واحد؟ ايزونازيل هتحطه في مجن ولا ايه؟ طيب. او تبدا بال ريفامبيسين ايزونازيد بايريزينامايد ايفامبيوتول او للستريبتومايسيس لمده 4 شهور شهرين خلاص وتكمل بمين بس؟ ريفامبيسين وايزو نيازيد. حلو. لو الموضوع ريزيستنس تضيف بقى مين؟ لو انت فاكر الكينولون سيبروفلوكساسين. لو كيمو بروفلاكسس اكتب عليها هام في الام سي كيو للبروفلاكسس مين؟ ايزونازيد ريفامبيسين. خلصنا منه بسرعه. احنا خلصنا في الورق بتاعتنا ونجيب سته ولا ما نجيبش سته؟ ريفامبيسين بيتاخد اورالي بيتاثر بالاكل يتاخد دايما كل يوم الصبح قبل الفطار. تمام. ديستريبيوشن اول اوفر ذا بودي الكلام ده كله بينزل في السكريشنز. وصلنا اهم حاجه فيه للميكانيزم بتاعته بيشتغل ازاي. باكتيريسايدال بيمنع الار ان ايه؟ الانزيم اسمه اوريدي اللي بيمنعه اسمه دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز. انا بخاف منك انت حافظ الار ار دي بس هو اسمه ايه؟ اسمه دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز. السبيكترم بتاعه انا دايما طول عمري عارفه ان هو بتاع التي بي والبروفلاكسس. هو يعالج التي بي والليبروسي لكن اهم وكمان بوز وبنجد البكتيريا. استعمالاته ايه؟ هو فيرست ولا سكند لاين؟ فيرست لاين في التي بي مع الايزونازيد والليبروسي لكن علق قوي قوي على رقم 3 دي. هو ادركه في التشويس في ايه يا اولاد؟ في البروفلاكسس اجريسي مين؟ النشبوكال ايه؟ مننجيتس خلاص؟ ويعالج الريزيستنت انفكشن. ادفرس افكت اللي انا معلم عليه دول اهم حاجه في الام سي كيو اللي احنا عملناها في اول حصه. حد فاكرهم؟ الريد ديسكاريشن وهل كان انزيم ايه؟ انديوسر. لو تحب تحفظه بطريقتك ماشي لكن ريفامبيسين انت بتكتبه قدام عينك وتطلع منه ريد ديسكاريشن انزيم انديوسر
بيعمل فلو لايك اكيد يعني عنده اليرجي فلو لايك اكيد واخد دوبر وبيعمل اتاكسيا وكونفيوجن وهيدك وبيعمل شويه جي اي تي ديستربنس وحاجات من دي خلاص يبقى اهم حاجه الادرس فيك طب اعمل ايه اورنج ريد سكاريشن لكل السكريشن انزيم انديوسر فلو لايك واليرجي بيعمل اتاكسيا وكونفيوجن وهيدك وشويه جي اي تي ايه اب تمام ايزون يزيد اللي اسمه كبير ايزون الاي ان اتش ايزون جلانيك اسيد هيدرازين بينتشر في الجسم كل اوفر ذا بودي اكسترا وانترا سيلولر والماكروفاج والسي اس اف والكيزياس ماتيريال التريك اللي في الدواء ده يا اولاد حكايه الاستايليشن اللي بتحصل له في الليفر في ناس رابد اسيتايليتور وناس سلو استايليتور عارفين الكلام ده ولا لا فالدواء ده خلي بالك انا عندي مشكله معاه ليه بص لي بقى يا سيدي الدواء ده اللي هو الايزونيازيد او الاي ان اتش بيحصل له استايليشن بيتحول لاستايل اي ان اتش ده بيعمل بريفرال نيورايتس وده هيباتو توكسيك انت في ورطه لو انت كنت عندك لو انت كنت رابط استايليتور طبعا هيمشي بسرعه صح؟ فاحتمال ليه يزيد؟ يبدو ايه؟ طب لو انت كنت سلو استايليتور مين اللي احتمال يزيد؟ البريفرال ايه؟ نيورايتس خلاص؟ هو الكلام ده اسمه ايه في الطب؟ لما تكون حاجه معتمده على الجينيتك ايديو سينتكس لو سمحت الاكتر بكتيريا بيشتغل ازاي؟ استاتيك وسايتال بيمنع المايكوليك اسيد سينسس ده حاجه خاصه جدا في مين؟ في المايكوبلازما وفي الدي بي يمنع تصنيع السيلول فيها ايه مشاكله؟ اول واهم حاجه اللي انا قلتها ليها مين؟ ايديوسينكرسي السلو سايليتور ايه الاحتمال الكبير عندهم؟ السلو بريفرنرايتس بيعالج الفيتامين بي 6 يعمل بريفرنرايتس يبقى تعالجه بمين؟ ببيرودوكسين علم عليها مهمه قوي قوي يقول لك لو سمحت تعالج البريفرال نيورايتس بتاع الايزولوزيد بمين؟ فيتامين بي 12 فيتامين بي 6 فيتامين سي الكلام ده كله خلاص رقم 2 الرابد معرضين لمين؟ لهيباتوكسيسي بيعمل هيموليسيس للعيانين اللي عندهم فافيزم والله زمان يا سلفونا مايك الدراج انتر اكشن لو سمحت ده هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور في نفسه يمنع الانترلوز بتاع الفينيتوين الريفامبيسين بيعمل ايه يا ولاد فيه؟ الريفامبيسين هو انزيم انديوسر كده فيزود الانترلوز بتاعه صح؟ فيخليه يمشي في اي سكه اللي هي اللي هيباته ايه؟ توكسيستي الليبروسي انت اللي انت محتاج بس تعرف ان في ده اسمه ايه؟ دب سم بيعالجه خلاص ده كان بيشتغل عن طريق زي الصدفه كده بيكون بيدعم مين؟ مع البابا وفي ده اسمه كلوفا زمين والريفامبيسين خلاص طيب ارجع لي بعد كذاك لحاله التيفويد بتاع مين لا هو كده لا ارجع 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 للتيفويد انا عايز امن العمل الانتي فايرال والانتي فانجل بس كلهم كل واحد فيهم جمله لو 200 اس كيو يعني او قليل قوي طب ناخد التيفويد اول ده اللي بتتعلم اكثر بص يا سيدي في الاكيوت اتاك بتيجي التيفويد حاله التيفويد دي مرحله ملمومه قوي ليه؟ الحلقه جابتها قدامك اهي يقول لك انا عندي اكيوت اتاك تيفويد فيفر من فيرست تشويس الكوتريامكسازول بتاخد لمده اسبوعين السيفترياكسون والبرازول الاثنين كانوا بينزلوا في البايل تمام؟ او السبروفلوكساسين ايه السبروفلوكساسين ده؟ ده تمام ده ايه جنريشن؟
برافو عليك السكن ده. تمام. يبقى عندك الكونترايبوكسازول السيبروفلوكساسين وعندك السيفترايكزون. ركزوا معايا النبي. مش التيفويد دي اللي هي سالمونيلا يعني نيجاتيف. يعني انت لما اخدت في الكيفالوسبورين رحت هناك الجيل الثالث الكينولون اخدت ان هي بدات اصلا سلبيه صح ولا لا؟ طيب السكند تشويس بقى في ريزيستنت شويه امبسيلين واموكسيسيلين. كلام مقنع. انت عايز برود سبيكترم ولا نارو سبيكترم امبسيلين؟ دي تبع الشي صح ولا لا؟ امبسيلين او اموكسيسيلين لمده اسبوعين. ثيرد تشويس انا احب اخليه ال 20 اصلا اللي هو مين؟ كلورام في نيكول المحبط لمين؟ اللي هو مين؟ المارو وبرد الهزومن والبلاي بيبي. لا عليك كفي نفسك يا ابني. هو اللي قال لك كارير ستيج يقول لك بعد كده في الحاله يقول لك الكارير تدي له ايه؟ امبسيلين او اموكسيسيلين اللي كان هناك سكند تشويس اصبح فيرست تشويس الوقت زائد بروجريسيف لمده 3 شهور او ادي كونترا اموكسازول زائد ريفامبسين. الحاجات دي بتيجي للاسف في الامتحان صرف كده خلاص لك كذا والاختيارات ايه او ممكن تضطر تعمل كوليسيستكتومي تشيل ايه المراره. عارف بقى لو احنا كنا كده في عز مدينه وانتوا فايقين مش بتحلموا كنت اقول لك كوليسيستكتومي دي تمثل لك ايه؟ هو حاجه ثانيه انت مصاري؟ لا ما بقولك لو انت كنت في مجدكو كنت بني ادمين طبيعيين كنت ناخد وند مع بعض. لا 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 ايوه الله ينور عليك يا رب ده كلام بطاطس. سلم عليه سلم عليه اللي هو المورفين. قلت حاجه سي ان اس والله بس مش فاكره. المورفين ما استعملش بعد الكوليسيستكتومي علشان اسباز مجاك على الحته دي. في الجنرال يا ابويا ولا احنا دخل معانا الامتحان ده انت يا ابني دخل معانا الامتحان ان شاء الله. ركز معايا ركز يدي امل الله يبارك فيك. عندك ايه بقى لسه في الكيموثيرابي؟ اليوريني تراكت انفكشن. انا بس جاست ان انا اقولها عشان يبقى انا كده ارتحت منك في العملي. انا خايف عليك في العملي. ايوه يبقى انت امنت الكيموثيرابي كنظري وعملي كده بالنسبه لي انا ممكن اخلص كده قدامي خلال 13 14 دقيقه ماكسيمم. لا لا فرقت خليك دقيق كده خلصت انا اللي في دماغي تمام كده. السؤال الثاني عشان اول ما نخلص هيكون الصلاه قربت فمش عارف نتكلم في اخر الحصه. السؤال بالنسبه لحضراتكم بكره ان شاء الله انا وجهه نظرك انت سي الناس انت عارف بقى اصلا اس ان اس اصلا هنعمل طيب برضو المبدا بالمبدا ان انا قررت ان انا ابقى انسان على اخر اللي عارفين ان انا يعني ما عملتش فوتنج اصلا. نعمل فوتنج اللي رايه ان احنا بكره يبقى سي الناس. احنا بنقعد 5 ساعة على الفكره كلها دلوقتي سي ان
نقيس كام ساعه وبعد كده دكتور مرعي جدا يعني نيجي الساعه 7 دكتور مرعي هيبدا الساعه كام؟ 10 في يوم الاحد دكتور مرعي برضه لا طب يعني الهري ده كله ما فاده تحضره من حد؟ ايوه انا واخد الحد بس اصلا. طيب ما فاد الكلام يبقى هو في كده الموقفين هو احنا غالبا انا خلاص ان شاء الله على 11 خلاص خلاص الا 5 مش هديك 5 دقايق بريك قبل ما يكون هو سؤال واللي اتبقى مني ارحله للحد لكن الرموز لا اصل الرموز انا ممكن اريح فيها انا طبيعي ان انا لما احس ان انا بكره معايا هرمونز بس ممكن اريح فيها الرموز يخلص على الرموز بس الرموز تستحمل يضاف عليها بس لما يكون ايه مدون لها فهماني خلاص يبقى هو سينس بكره ايوه الجزء اللي هيتحل مع لا انا اخد الاولويات اللي كنت لسه بقى اقول لكم حاجه سؤال برده ثاني سؤال ثاني برده عشان هو اللي علينا قدام هو دول اللي انا متفق معاهم في الكلام بكره احنا عندنا انت دخل في السنس كان عندك جزء من الجيسكس انا يا محمود صل على النبي انت مش معانا في سنه ثالثه يا محمود بس الوقت اللي دخل عندكم في الامتحان كان الاسبرين والمورفين والبنزودازين ده ذاكرته كويس صح خلينا نتكلم بالمنطق لا خالص ولا له علاقه بيه يعني خلينا بالمنطق بكره مثلا نبدا بالبلايند ايوه حاجات الناس البلايند اللي هي الحاجات العاميه اللي انت ما شفتهاش ده منطقي صح كده وبعد كده حتى لما في الاخر وانا بجري اقول لك اسبرين اكشن بتاعته اليوزز كان ده كله ننجز فيها صح كده عشان حتى في الهرمونز مثلا انا عندي في الهرمونز انا دايبيتس مش هتكلم فيه الا ممكن في الاخر لكن دايبيتس مش هتكلم دايبيتس ولا انا فاهم غلط دايبيتس الذكر العملي وذكر الامتحان الكيسي صح لا لكن في ثايرويد الله يرحمها في كونتراسبشن ده في حاجات كده بتاخد بالك بتضمر طيب UTI يلا UTI يلا حاجات اللي يمنع الريكرنس والكلام ده كان الناس مفيش خالص الكلام ده اليو تي اي تعالى نذكرها بالراحه اليو تي اي انت عندك جنرال ميجر بتعمل كلتشر وايه وسنسيشن تاني حاجه بنغير في البي اتش بتاع اليورين يا نعمل اسيدفيكيشن يا الكاليزيشن انا صبحت كام بقى عشان معانا جوت مظبوطين 332 خلاص طيب الانكريز افكتس بتاع الانتي ميكروبيال بيغير البي اتش يغير ايه يزود الاكتيفيتي بتاعه الانتي بايوتيك زي مين بقى ده بيحب يقول لنا قوي في الاس كيو ورخمه الاسيد بي اتش بالامونيوم كلورايد واسكوربيك اسيد يزود الاكتيفيتي بتاعه مين بنسلين وتترافيكلين وحاجه اسمها الميثانامين والنيتروفرونتوين الاثنين دول عباره عن يورينري انتسيبتيك
الميثلامين والنيتروفرونتوين والبنسلين والتتراسايكلين دول بيزيدوا في مين؟ في انهي يورين؟ اسيد يورين. طب الالكالين يورين بيزود الاكتيفيتي بتاعت مين يا ولاد؟ صلفة ستريبتومايسين جنتامايسين واريثرومايسين. انا حافظها ازاي؟ صلفة واريثرومايسين وامينوجلايكوزايد. وده الامينوجلايكوزايد اللي هما كانوا مين؟ ستريبتوجين. اللي هما ستريبتو والجنتا ايه؟ اللي هما كانوا سي. يبقى السي في الالكالين اللي هما كانوا مين؟ صلفة والاريثرو والايه؟ والامينوجلايكوزايد. اكتب لي عليها عشان انا السؤال هي كده. الالكالين يزود اكتيفيتي اكسبت والاسيد يزود اكتيفيتي اكسبت خلاص. طيب بيقول لك يبقى انت بتغير في البيتش ليه؟ اول حاجه عشان تزود ديفايت انتي مايكروبيال تقلل بعض البكتيريا. انت عندك الالكالين يورين بيقلل الايكولاي والالكالين يورين بيريح العيان يريليف الديس يوريا. خلاص علاج اليورين تراكت انفكشن. لا 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 ده اي كلام بقى بينا. هي التركه اللي فكرت اللي فاتت ليه؟ اللي جاي كله بيراجع الانتيبيوتات كلها. بمعنى ايه؟ بيقول لك اول حاجه كلمه انتيبيوتيك احنا ما بنسمعش في اول الحصه. الفرق بين كلمه انتيبيوتيك وكيموثيرابيوتيك ايجنت. انتيبيوتيك لازم يكون جاي منين؟ ايوه انتيبيوتيك لازم يكون جاي من حاجه ناتشرال، جاي من فانجس، جاي من ناتشرال. خلاص جاي من حاجه حيه. لو انت عندك نيجاتيف باسيلاي يلا يا ولاد جي بتستعمل مين؟ امبسيلين واموكسيلين. طب لو سودوموناس هستعمل ايه؟ كاربنسيلين والكلام ده صح. ويا ريت تضيف عليهم مين؟ امينو جلايكوزايد. احنا كنا معلقين على جيب ريزون ليه تحط بنسيلين على امينو ايه؟ عشان كومبلمنت سبيكترا والكلام ده كله. ده البنسيلين. هستعمل انهي جنريشن يا ولاد؟ بصوا اشهر اورجانيزم اللي حطوه في الماكرو بيعمل يو تي اي هو مين؟ الكولاي. ده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. يبقى عايز تفكروا معايا في النيجاتيف نيجاتيف. يبقى في الكيفالوسبور تاخدوا انهي جنريشن؟ الثالث والرابع. امينو جلايكوزايد كنا في مناسبه فيه هوائيه صح؟ كلورامفيل كول ده بتاع كله. تترا سايكلين او تدي انتي بايوتيك كومباينيشن. الكيموثيرابيوتيك ايجنت يعني مش انتي بايوتكس. صلفا سلفوراميد كوترا يموكسازول وروكينيلون. لو انت قوي الملاحظه مين اللي انا ما كتبتوش اصلا بالاخر؟ الماكروليد. الماكروليد ملهاش في النيجاتيف بكتيريا قوي. خلاص الماكروليد. مين يا ولاد بقى اللون الانسبتيك؟ دي حاجات بتطهر البول وملهاش افكت قوي على الكدني. نيتروفرونتوين ناليديكسيك اسيد. ناليديكسيك اسيد ده انا اعرفه ده كينولون. ده انهي جنريشن؟ اول فيرست قبل ما نعمل الصفقه. صفقه اللي ايه؟ الفلور. ميثنامين ومندليك اسيد. النيتروفرونتين لو سمحت ده سنتيك باكتيريسايدال اجنس الايكولاي. انهي يورين يزود كفاءته؟ نيتروفرونتين اسيدك. ايه مشاكله؟ بيعمل بريفرال نيورايتس ويعمل الهيموليسيس في الفافيزم. انت دلوقتي عشان احنا فاكر الحصه ما كنتش بجمع اكتب على اذنك شبه ايزونيازيد. خلاص كان بيعمل اثنين دول. يبقى نيتروفرونتين ناليديكسيك اسيد. في ميزه حلوه يا ولاد ده الوحيد اللي يورينري انتسبتيك مش بيتاثر بالاسيد ولا الاطوال بي اتش. فاكرين سبتك كده صح ولا لا؟ يبقى دي علم عليها في الام اس كيو. وبيشتغل ازاي؟ مش ممكن يلون؟ بيشتغل ازاي؟ جاي ليز انزايم. الميثينامين ده بيطلع في الاسيديك يورين فورمالدهايد. هو اصلا يعتبر اسيدفاينج ايجنت وكان ان اكتيفيت سلفوراميد. ان اكتيفيت مين؟ سلفوراميد. ان اكتيفيت مين؟ سلفوراميد. حد عنده مشكله؟ كده بالنسبه لنا العمل كده الحمد لله. انا كده طمنت على الاقل اليو تي اي والتيفويد وال اللي هو ايه؟ التي بي. لا التي بي نظري هينزلها لك في النظري. لا دول بس
ممكن بس الجونورية هو هيحددها. لا هيحدد خلاص. اه ان شاء الله سنس. وعلى كلامكم احنا اتفقنا يبقى نبدا من عند الليسي. اه البنزا زبين كان اخبارها ايه؟ البنزا زبين هو النون ستيرويدال كويس. يعني انتوا مذاكرين المسكرات من الاخر. اه يعني طب البنزا زبين حساسيه مهمه يبقى نبدا بيها وبعد كده اخد الابيليسي باركنسونيزم. الابيليسي باركنسونيزم دول ريتن